بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الأهلي عمره ما كان مجرد ملاعب وأسوار ومباني. لما تشوف جمهور الأهلي تعرف إنه كيان له خصوصية ومكانة عظيمة. عاوز تعرف ليه؟ لأن الأهلي هو رمز القوة الناعمة في الرياضة في مصر. الأهلي دايما وجهة مصر الرياضية، لأن الأهلي معني قبل ما يكون مبنى. الأهلي معنى قبل ما يكون مبنى. الأهلي قيمة قبل ما يكون نادي الأهلي. تاريخ كبير وعظيم قبل ما يكون حاضر متوج بالبطولات. أنا الأهلي اللي كان والحاضر. بحب الأغنية دي جدا جدا جدا، لأنها الحقيقة بالفعل أنا الأهلي اللي كان والحاضر، وهيظل دائما النادي الأهلي هو ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، وكل شيء حلو بالنسبة لنا هيظل دائما النادي الأهلي. النهاردة بالمناسبة الفرحة عامة، فرحة كبيرة جدا جدا لكل كرة القدم العربية والإفريقية، لأنها بأقدام منتخب المغرب ومدربهم الوطني وليد الركراكي. الحقيقة النهاردة كلنا سعداء بالمغرب ولشعب المغرب الجميل. من امبارح وأنا قاعد لما كنت بتكلم مع ضيوفنا اللي كانوا موجودين معايا في كواليس المونديال، قلت لهم أنا عندي إحساس كبير جدا إن المغرب مش هيصل لدور الثمانية فقط، ولكن احتمال كبير يعدي دور الثمانية. أنا من أكثر السعداء لإخواتنا في المغرب، مش أنا لوحدي، كل المصريين. النهاردة كنا في أحد الأماكن وقت المباراة بنتفرج، مش عايز أقول لحضراتكم لما المغرب أحرزت الهدف الأخير، ركلة الجزاء الأخيرة، الدنيا زادت إزاي. ولما كل ما كانت أسبانيا بتضيع ضرب الجزاء عندهم، كانت الدنيا حوالينا كأن مصر اللي بتلعب، كأن مصر اللي بتلعب. وده الحقيقة هو الإحساس الرائع ما بين كل العرب وكل الأفارقة. ممكن جدا تلاقي هناك بعض المناوشات اللطيفة المحترمة اللي احنا دايما بنبقى سعداء بيها ما بين الأهلوية والزملكاوية واخواتنا في الرجاء واخواتنا في الجيش الملكي والكلام ده كله، الجيش الملكي المغربي النادي الكبير العظيم. لكن في النهاية لما المغرب يعمل حاجة حلوة كلنا هنبقى سعداء، وبالفعل المغرب عامل حاجة في منتهى كنت أتمنى أن يكون أن منتخب مصر هو اللي يصل، لأن أنا كنت يصل لدور الثمانية، لأن أنا متأكد مليون في المية مليون في المية أن إخواتنا في المغرب وإخواتنا في تونس وإخواتنا في الجزائر وإخواتنا في ليبيا وإخواتنا في كل العالم العربي كانوا هيقفوا معانا بهذا الشكل. النهاردة يوم جميل، كلنا سعداء بتجربة المنتخب المغربي اللي بدأت من زمان. الحقيقة كيف استطاع، وخليني أخش حتة برضو لازم أتكلم فيها لأنه هذا الكلام هو الكلام الصحيح، كيف استطاع المنتخب المغربي أن يصل أن يكون منتخب بهذا الشكل الرائع وأن يصل به لدور الثمانية؟ أجيب لحضراتكم الإجابة بسرعة جدا وفي كلمتين، أن هناك رئيس اتحاد قوي، اتحاد محلي، اتحاد مغربي قوي، بيحارب بشكل رياضي لكل الأندية المغربية علشان يلعب نهائي أفريقيا في المغرب. لكن انت عندك اتحاد الكرة كان بيعمل ايه؟ كان باصص الناحية التانية على اساس ان الاهلي مثلا ما كانش نادي في مصر مثلا. اتحاد الكرة عندك خلاك تحارب حرب مش بتاعتك، ولكن في كرة القدم المغربية رئيس اتحاد مغربي قوي، عضو في الفيفا قوي، يستطيع ان هو يجيب حق الكرة المغربية، وبالتالي كل الظروف الطبيعية المتاحة للمنتخب المغربي خلتهم يبقوا بهذا الشكل الرائع. اتحاد كرة في شغل حقيقي لصالح بلده، اتحاد كرة ما فيهوش حد بيخبي جواب، اتحاد كرة بيسعى دائما لدعم كل الأندية اللي موجودة فيه، اتحاد كرة ما بيدورش على مصالح شخصية، اتحاد كرة مغربي قوي وبيحترم جمهور الكرة المغربية. عشان كده في النهاية أول منتخب عربي يصل لربع نهائي كأس العالم، وعلى حساب مين؟ على حساب المنتخب الأسباني، أحد المنتخبات الكبرى المرشحة لهذه البطولة. هتقولي أصل دافعه، أصل هاجمه، أصل عمله، ولا يفرق معايا الكلام ده. المنتخب المغربي في دور الثمانية،
هو ده الكلام اللي يفرق معايا، محدش هيفتكر مين لعب ازاي ومين مسك مين والمغرب دافع واسبانيا هجمت، مفيش حد هيفتكر الكلام ده. كل الناس هتبارك للمغرب وصولهم لهذا الدور اللي عمر ما فيه منتخب عربي وصله، وده اللي هيخلينا نرفع سقف الطموح احنا كعرب وافارقه. المباراه القادمه غالبا هتكون مع المنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي يقدر يفوز على المنتخب البرتغالي؟ اه، وجهه نظري. انا امبارح وانا قاعد قلت انا عندي ثقه كبيره جدا جدا في المنتخب المغربي، احنا كعرب وافارقه نقدر نكسب اي حد. بس كله يصدق نفسه. فالحقيقه طيب خلينا نروح على طول على الهاتف احد النجوم الكبار للمنتخب المغربي وشارك في كاس العالم 94 و98 كان متواجد في قائمه المنتخب ومحترم محترف كبير في الدوري الايطالي في التسعينات، كابتن راشد نقروز نجم المنتخب المغربي ونادي باري الايطالي السابق واللي شارك طبعا زي ما قلت لحضراتكم في كاس العالم 94. كابتن راشد يعني بنرحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، والف الف الف مبروك، فرحتونا كعرب وفرحتونا كاشقاء وفرحتونا كافارقه، الف الف مبروك يا كابتن. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا اسلام شاطر على هذه المكالمه، وبحيي كثير كل الشعب المصري اللي فرحان كتير كتير بتأهل المغرب لدور الربع النهائي كأس العالم. كابتن راشد، كيف رأيت هذا الإنجاز التاريخي وصعود المغرب لربع نهائي كأس العالم على حساب واحد من المنتخبات الكبيرة جدا والمرشح، واحد من المرشحين من المنتخبات المرشحة لهذه البطولة، المنتخب الأسباني النهاردة؟ كما قلت يا سيد إسلام، في كاس العالم ما فيش منتخبات ضعيفه ولا منتخبات قويه. احنا جينا نشارك في كاس العالم بمدرب وطني، نعم، تخريج الكره المغربيه وبلاعبين كلهم ثقه بنفسهم، وده اللي زاد حماس اللعيبه. نعم، اننا ما بقيناش نفكر في المدرب الاجنبي هو اللي غادي يفعلنا التاريخ. الان كما قلت ان رئيس الجامعه تاعنا فوزي لقجع عمل كل العمل على ان نطور نفسنا بنفسنا، ما نتدرش من حد يعطينا حاجه زي كده. صحيح، الان نشرف بس ما نشرفش بس نفسنا، نشرف كل العرب والدول الافريقيه ان شاء الله بكاس العالم. كابتن راشد، الكابتن وليد الإكراكي هذا المدرب الوطني اللي لم يكن أحد يتوقع أن يصل بهذا المستوى الرائع جدا للمنتخب المغربي، ويمكن لما هو قال في المؤتمر الصحفي السابق قال أنا بنافس على كأس العالم، في ناس كتيرة جدا اتريقت على هذه الكلمة، ولكن الآن كل العرب وكل الأفارقة كالعادة يعني دائما في ظهر المغرب، وننتظر الكثير خلال الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله بننتظر الكثير، لأن كل ما ويقوم به رئيس الاتحاد المغربي على رأس الجامعة وهو تكوين مدربين بالمستوى العالي اللي يقرعوا أكبر المدربين في العالم وفي أفريقيا، وده نتيجة تواجد الركراكي وكلامه اللي قاله ما كانش بصدفة. نعم، لأنه تايق بنفسه وتايق بالناس اللي وراه. حقيقي. طيب ياسين بونو والمستوى الرائع سواء في ركلات الترجيح أو طوال اللقاء، ماذا تقول عن هذا اللاعب الكبير ياسين بونو؟ حقيقة كما لما بتشوف التشكيلة بتاع المنتخب الوطني لأن كل اللاعبين لاعبين كبار ومميزين، نعم، أكبر الدوريات الأوروبية، حكيمي في باريس سان جيرمان، كزياش تشيلسي، كمزراوي في بايرن ميونخ، ونصير في سيفيليا، وكذلك بونو اللي يعتبر من احسن حراس الدوري الاسباني. طيب مباراه البرتغال وسويسرا، يعني حتى الان المباراه 4-0 للمنتخب البرتغالي، هل يمكن ان احنا نحلم ان احنا كعرب وكافارقه ان احنا نصل مع منتخب المغرب في المباراه القادمه ان احنا نقدر نكسب المنتخب البرتغالي؟ والله ما فيش حاجه مستحيله دلوقتي. نعم، كل الانجازات
حطمناها لحد الان. لازمنا نفكر دابا في المنتخب في المقابله القادمه، ومش مش حنشوف حنواجه مين، لازمنا احنا اللي نفرض طريقه لعبنا كما فعل بالمقابله الاولى دي كرواتيا اللي حد الان، وان شاء الله يكون خير. لازم نمشي لابعد نقطه ان شاء الله. يا رب دائما يكون خير، وكل خير لاخواتنا من المغرب، وكل خير دائما للمنتخب المغربي. وثق تماما ان 105 مليون مصري ان شاء الله هيكونوا في ظهر المنتخب المغربي في المباراه القادمه. شكرا كابتن راشد، لانه الحقيقه المغرب هذا الفريق الرائع او هذا المنتخب الرائع يستحق كل التحيه، يستحق كل التقدير. كلنا الحقيقه النهارده كل الناس فرحانه، كل الناس مبسوطه. هتقول لي فرحانين ليه؟ هقول لك فرحانين باحنا ان احنا عندنا منتخب عربي استطاع ان بيبعت رساله للكل، بيقول لهم، بيقول لكل العرب وكل الافارقه ثقوا في نفسكم. لو وثقت في نفسك هتقدر تصل الى ابعد ما تتخيله. المنتخب السعودي لما وثق في نفسه كسب الأرجنتين. نفس الكلام منتخب المغربي النهاردة عامل خطوات كبيرة جدا. إن شاء الله ربنا يكرمه ويظل دائما المنتخب المغربي بهذا الشكل والأداء الرائع. كلنا 104 مليون مصري إن شاء الله، في أو 105 مليون مصري إن شاء الله يكونوا في ظهر المنتخب المغربي. عندما يكون رئيس اتحاد قوي واتحاد قوي يجب أن تكون النتيجة بهذا الشكل. هل بحد في حضراتكم بيسمع ان في مشاكل في الدوري المغربي من لجنه الحكام مثلا يعني؟ هل حضراتكم تسمعوا؟ على فكره مش مهم مين يكسب الدوري ومين يكسب الكاس، ولكن حضرتك بتتكلم على شكل عام لكره القدم المغربيه. منظومه عمل كامله لكره القدم المغربيه وفيها تطور واضح. خلي بال حضراتكم التطور ده مش بيجي كده. الاستاذ فوزي لقجع انا بحييه وبهنيه بصراحه، يستحق كل التحيه وكل التقدير. استطاع ان يحمي راجل بيشتغل لصالح بلده، رئيس اتحاد مالي هدومه وعارف هو بيعمل ايه وعارف هو بيتكلم ازاي، وعارف ان هو لازم يقف في ظهر الانديه بتاعته. ما بياخدش الجواب، يحطه اعمله كده ويحطه فين؟ انا ما عنديش درج هنا، ويحطه في الدرج. هل حد يقدر يعمل كده هناك في المنتخب في الاتحاد المغربي؟ اول ما سالنا كابتن راشد نقروز على من غير ما اكلمه على فوزي لقجع، قال لك احنا بنشكر الاتحاد كره القدم المغربي اللي هو الجامعه المغربيه يعني، لان هذه هي الحقيقه. عندما تمتلك اتحاد قوي يستطيع أن يدافع عن حقوق أنديته، سواء الأربع أندية بالمناسبة اللي بيلعبوا في أفريقيا، مش بتكلم على الأهلي بس ولا الزمالك بس، لا أنا بتكلم على الأربع أندية. ولكن أنت عندك الناس بتخبي الجواب في الدرج وتتكون لجنة، واللجنة تطلع اللي خبى مين وتقول ده لازم يتحاسب ولم يتم حسابه حتى الآن. ضربوا دماغكم في الحيط. عندما لما تشتغل بإخلاص، لما دايما تشتغل بإخلاص هتلاقي ولادك فخورين بيك مهما تعمل، مهما يتقال ومهما تقول ومهما يحصل. عندما يكون الإخلاص والولاء لبلدك وللأندية اللي انت بتدافع عنها ولأندية بلدك، عندما يكون الولاء والإخلاص ليهم لل 18 نادي بالمناسبة، عندما يكون الإخلاص موجود يجب أن يكون هناك نجاح. ونسقف لفوزي لقجع وكل أعضاء اتحاد كرة أو الجامعة المغربية زي ما هم بيقولوا، لأنه بالفعل الجامعة المغربية أو اتحاد كرة القدم المغربي بلغتنا المصرية الدارجة، اتحاد كرة القدم المغربي اتحاد قوي يستطيع أن يدافع عن حقوق أنديته ومنتخبه. نتمنى أن ده يحصل خلال الفترة اللي جاية، ونتمنى أن يكون الشكل العام لمنتخبنا بهذا الشكل والأداء الرائع. محمد صلاح لما تيجي في أي مقابلة تتكلم عن مع محمد صلاح يقولك إيه؟ منتاليتي، تفكير، هو اللي بيفرق ما بين حد والتاني. لكن الكواليتي بتاع أو
مهارات اللاعب المصري في منها، يعني اللاعب المصري بيقترب كثيرا في مهاراته من لاعبين اوروبيين كتير جدا، ولكن الفرق في المنتاليتي، كيفيه التفكير. انا عايز اوصل للهدف، بروح للهدف عشان اوصل له، لكن يلا يا عم جهجهوني. عارفين يعني ايه جهجهوني؟ يعني الدنيا ماشيه كده، ايه يلا بينا، يلا مين مع مين، مين في ظهره مين، حط الجواب وخبي الجواب، ولما الاهلي يبقى يحس بقى ولا ياخد باله هنبقى نشوف هنعمل ايه. اصل احنا نسينا، معلش بالمناسبه، معلش انا اسف الجواب ده، اصله ده دخل في الموضوع فجاه كده. الجواب ده يا ريته الجواب اتبعت زي ما جه، ده الجواب اتشال منه، اتشال منه بند كامل واتبعت بعد كده، اللي هو بند دوري الابطال، ان اي نادي او اي نادي في مصر عايز يستضيف دوري الابطال ده اتشال واتحط بقى مش في الدرج، اتحط في سبع ارض. جريمه، جريمه بتحصل. هتقول لي انت ما بتنساش، هقول لك انا ما بحبش انسى ولا عمري هنسى حاجه خلتني اخسر بطوله افريقيه، لا كنت ممكن اخسرها في مصر، كان ممكن جدا النادي الاهلي يخسر هذه البطوله، ولكن اتحاد كره قوي، ما احسش ان انا اتظلمت، ما احسش ان اتحاد كره قدم وانا ماشي كده قام مديني في ظهري طعنه. وقال لك اضربوا بقى، يلا شوفوا هتعملوا ايه بقى، والدنيا ماشيه. وحتى الان دنيا لطيفه وحلوه، استاذ وليد العطار موجود، ومعرفش هل في جوابات اخرى موجوده في الادراج ولا كل الجوابات طلعت، ما عنديش فكره. من حوالي اسبوعين ثلاثه قلت لحضراتكم ايه، عندنا لوائح لدوري الابطال ودوري الابطال والكونفدراليه وكذا، والنهائي بقى مباراتين وكذا، وبقى ذهاب واياب، ابعتوا للانديه قولوا لهم هل حد من الانديه اتبعت له اي حاجه تخص هذا الامر؟ محدش بيبعت. لكن عموما يظل دائما النادي الاهلي في كل شيء هو رقم واحد، وعشان كده النادي الاهلي هنأ المنتخب المغربي الحقيقه من خلال على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، النادي الاهلي بيهنئ اهو امام حضراتكم خالص التهاني للمنتخب المغربي الشقيق، بيسعد مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء وجماهير النادي ان يتقدموا بخالص التهاني للمنتخب المغربي الشقيق والجماهير المغربيه والقائمين على المنظومه الكرويه بعد التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس العالم، ويجددون التحية للمنتخب المغربي الذي أسعد كل أبناء الوطن العربي، وأكد على أن الكرة العربية قادرة على المنافسة عالميا، متمنين له دوام التوفيق في الأدوار المقبلة. آخر حاجة الحقيقة قبل ما أقفل، لأننا النهاردة كل كلامنا هيبقى عن المنتخب المغربي وكل ما يحدث على المنتخب المغربي، أنا بسقف للأستاذ فوزي لقجع وبقول له حضرتك رئيس اتحاد قوي ورائع، قدرت تكون اتحاد او قدرت تكون منتخب رائع، قدرت تحافظ على كل ما يخص الانديه، او قدرت تحافظ على حقوق الانديه بتاعتك، قدرت تحافظ على هيبه الانديه المغربيه، فانا بشكرك وبسقف لك وبسقف لكل اخواتنا في المغرب، وبنقول لهم 104 ولا 105 ولا 120 مليون مصري ان شاء الله هيبقوا في ظهر المنتخب المغربي ان شاء الله ان شاء الله، من خلال تشجيعنا ودعائنا الدائم للمنتخب المغربي. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى نرجع نكمل كلامنا في هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه الواحد فرحان جدا وسعيد جدا، لسه كنت قاعد بتفرج على فرحه اخواتنا في المغرب بالوصول الى الدور ربع النهائي لاول مره في تاريخ كاس العالم، منتخب عربي يصل الى هذا الدور، وبالتالي كلنا في ظهر المغرب، كلنا سعداء، كلنا فرحانين. خلينا بقى ننتقل الى الاهلي، الاهلي دائما رقم واحد. الاهلي ان شاء الله بكره يدخل مواجهه مع غزل المحله وهو متصدر ترتيب الجدول في كرة القدم المصرية، ويمكن مباريات الأهلي دايما والمحلة، خلي بال حضراتكم مثل هذه المباريات بتكون مباريات صعبة، ودايما بتكون مباريات مميزة وفيها حماس كبير جدا. غزل المحلة له تاريخ كبير من المواجهات في الدوري، ولكن كالعادة التاريخ دائما في صف النادي الأهلي لأنه رقم واحد، مش مع غزل المحلة ولكن مع كل الأندية.
زي ما هيكون جمهور وراه في ملعب الغزل بكره، نادي غزل المحله. ايضا النادي الاهلي هدفه وعينه دائما على بطوله الدوري، وبالتالي مباراه مهمه وصعبه، مباراه بثلاثه نقاط في مشوار طويل نحو عوده الدرع الى النادي الاهلي. مباراه بكره في الدوري الكل ينتظرها. هتقول لي في وسط مباراه كاس العالم؟ احنا الاهلاويه بالمناسبه اعلى نسبه مشاهده، وهبقى اجيب لحضراتكم الورقه اللي بتقول هذا الكلام، ان انا ما بطلعش اقول اي كلام. يعني انا ما بطلعش اقول ايه، انا كان بيتفرج عليا 199 مليون، لا، اعلى نسبه مشاهده كانت في مباراه الاهلي والزمالك على قناه الاهلي، على قناه الاهلي، مباراه الاهلي والزمالك لكره الطايره سيدات اللي كانت امبارح، نسبه مشاهده كبيره جدا جدا. مره تانية لكل جمهور النادي الاهلي ولكل محبي قناه النادي الاهلي، كل ما هيبقى عندنا فرصه، ولو هنفضل حضراتكم يمكن في حاجات تفاصيل الواحد ما بيقدرش يتكلم فيها، ولكن كل ما هيبقى عندنا فرصه ان احنا نذيع مباراه سواء للناشئين او للكبار في اي لعبه من الالعاب هنذيعها لحضراتكم. تاكدوا من ده تماما مهما كلفتنا ومهما عملت معانا، على الرغم من المضايقات الكتيره جدا 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 اللي بتحصل، ولكن خصوصا في مباريات الطايره، خصوصا في مباريات الطايره، ولكن هنظل دائما هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفي بعهودنا لكل جمهور النادي الاهلي، ان احنا عايزين مباراه، بنحارب علشان نذيع، اداره القناه يعني بتحارب علشان تذيع القناه. صدقوني صدقوني الكلام اللي احنا بنقوله ده، انا اتمنى ان القناه كلها من الصبح بالليل تبقى مباريات النادي، ولكن في حقوق ما بتبقاش موجوده لينا، بنحاول فيها وان شاء الله ربنا يكرمنا. امبارح ربنا كرمنا بالمباراتين، ناس كتيره جدا كلمتني قالت لي احنا دايما عايزين نتفرج على كل المباريات على قناه الاهلي، ويعني على اساس ان انا مش عايز المباريات على قناه الاهلي او اداره القناه مش عايزه بالعكس، اداره القناه بتسعى دائما ان تكون كل مباريات كل الالعاب بالمناسبه. بصوا حضراتكم، تنس طاوله، جمباز، اي حاجه، شوف انا وصلت يعني كل الالعاب الفرديه والجماعيه، كل ما من يمثل النادي الاهلي وعندي المقدره ان انا كاداره القناه ان احنا نذيع هذه المباريات بنذيعها على طول. عندنا فريق عمل كامل بينتظر دائما في النادي الاهلي، اي مباراه بيذيعها لنا حقوق ان احنا نذيعها بنذيعها. فالناس بتقول لي امبارح يعني انتوا بسم الله ما شاء الله عايزين نتفرج على كل المباريات على قناه الاهلي، قلت لهم والله يعني ايدي على كتفكم، انا كمان عايز كل المباريات على قناه النادي الاهلي علشان اخلي دايما جمهور النادي الاهلي يبقى قاعد على قناه النادي الاهلي على قناته ويتفرج على كل المباريات. ولكن للاسف الشديد هناك بعض الحقوق التي تمنع بعض المباريات عن قناتكم، عن قناه النادي الاهلي. فاللي بقوله لحضراتكم انه اي حاجه هنقدر نعملها هنعملها. فاعلى نسبه مشاهده كانت موجوده امبارح على شاشه قناه النادي الاهلي، رغم ان المباراه دي كانت مذاعه على شاشه اخرى، ولكن اعلى نسبه مشاهده كانت لان جمهور النادي الاهلي دائما زي امبارح لما كنا بنتكلم عن برونو سافيو ان هو فاز بافضل لاعب في الجوله السابقه، استفتاء جمهور 71، مش انا اللي بقول، التويتر اللي بيقول ولجنه ورابطه الانديه المحترفه اللي بتقول 71,000. تخيل برونو سافيو خد كام في الميه؟ 95%، والباقي اتنين لعيبه التانيين 5%، 1-3 و1-2. هو ده النادي الاهلي بالمناسبه. عموما ارجع مره تانيه لمباراه المحله، يعني على الرغم من كل اللي شفناه في قصه مدرب المحله وغيرها من الاحداث اللي حصلت بعد كده، ولكن خلينا نطلع نشوف تاريخ النادي الاهلي امام غزل المحله، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم لان التقرير ده مهم. التقرير ده هيورينا تاريخ النادي الاهلي في مبارياته مع غزل المحله، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. الحقيقه برضو قبل ما اروح لاخبار الاهلي النهارده، هنستعرض مع بعض مباريات الاربع والخميس في الجوله السادسه من الدوري المصري الممتاز. تقول لي الدوري المصري الممتاز، اقول لك ايوه، مش كاس العالم يعني، لا،
هو الدوري المصري ممتاز. مباريات غدا الاربع 7 ديسمبر في الدوري المصري، بيراميدز هيلاقي المقاولون العرب الساعه 3 الا ربع، وفاركو هيلاقي الداخليه الساعه 3 الا ربع. ايضا غزل المحله مع النادي الاهلي في تمام الساعه 5، وطلائع الجيش مع نادي الزمالك في تمام الساعه 7. اما مباريات الخميس 8 ديسمبر، ام بي وحرس الحدود 3 الا ربع، سموحه واسوان 3 الا ربع، فيوتشر والاتحاد السكندري الساعة 5، ثم سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي 7 مساء. دي مباريات الأربع والخميس 7 و 8 ديسمبر في النادي في الدوري العام المصري. خلينا نروح بقى لأخبارنا، أخبار الفريق النادي الأهلي. النهاردة الفريق بيختتم تدريباته قبل السفر لمواجهة غزل المحلة. النهاردة فريق الكرة اختتم تدريباته ظهر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للسفر إلى محافظة كفر الشيخ لخوض مباراة فريقه أمام غزل المحلة غدا ضمن منافسات الجولة 6 من مسابقة الدوري الممتاز. أدى الفريق مران صباح اليوم قبل أن يستقل الحافلة عقب انتهاء التدريبات متجها إلى محافظة كفر الشيخ للمبيت بأحد فنادقها استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة. زي ما حضراتكم عارفين نادي الأهلي بيتصدر جدول الترتيب برصيد 12 نقطة في 4 مباريات محققا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش. كولر بيحاضر اللاعبين وتدريبات بدنية وفنية استعدادا لمواجهة المحلة. طبعا كالعادة دايما مثل هذا الخبر بيكون متواجد دائما معنا، كولر بيقول للاعبين هنلعب ازاي، طريقة لعبنا ازاي الفترة اللي جاية، الأخطاء اللي كانت موجودة معانا أو اللي كانت عندنا في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش وأمام قبلها أمام المقاولين العرب، هنلعب ازاي في مثل هذه المباراة. أكيد هو اتفرج على مباراة المحلة بشكل كبير علشان يقدر يتكلم مع اللاعبين على اللي هيحصل بكرة، وأكيد أكد على أهمية هذه المباراة وأن هذه المباراة لمواصلة سلسلة الانتصارات ويعني عودة علي معلول للنادي الأهلي. أعتقد هي حافز كبير جدا لكل اللاعبين. زي ما حضراتكم شايفين تدريبات قوية وبدنية وفنية وتكتيكية لكل اللاعبين ولحراس المرمى. دايما اليوم اللي بيبقى قبل المباراة بتبقى يعني تبقى الدنيا خفيفة شوية، بعض الباصات 5 على 2، شوية جري خفيف على أساس أن المباراة بكرة إن شاء الله هتكون مباراة صعبة جدا جدا على كلا الفريقين. هتقولي على النادي الأهلي مباراة صعبة، أيوة يا فندم على النادي الأهلي مباراة صعبة وكل اللاعبين عارفين هذا الكلام، الجهاز الفني بالكامل عارف هذا الكلام. مارسيل كولر قعد اتفرج على مباريات المحلة في الفترة الأخيرة كل الأربع مباريات، واتفرج على السنة اللي فاتت مباريات أكتر لغزل المحلة السنة اللي فاتت علشان في النهاية يستطيع أن يضع التشكيل المناسب لهذه المباراة اللي إن شاء الله نتمنى أن يواصل فيها النادي الأهلي سلسلة انتصاراته خلال الفترة القادمة. أيمن أشرف أيضا بينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودته من الإصابة. كل التوفيق للنجم أيمن أشرف الحقيقة بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة اللي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وشارك أيمن أشرف في التقسيمة الجماعية التي أقيمت اليوم بصورة طبيعية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي داخل النادي خلال الفترة الماضية عقب الفحوصات الطبية التي أجراها في النمسا، وتأكدت جاهزية أيمن للاشتراك في المباريات المقبلة من الناحية الطبية بعد جاهزيته بشكل كامل. وزي ما حضراتكم عارفين وكالعادة الراجل بيبقى جاهز من الناحية الطبية، يلعب أو ما يلعبش دي بتبقى في إيد المدير الفني. أبطال النادي الأهلي أمام حضراتكم إن شاء الله غدا مباراة صعبة ومباراة مهمة، إن شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراة. الأهلي أيضا بيكشف الآخر الاستعدادات لمباراة المحلة ويعلق التركيز 100%. ده كان من خلال الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر الفيسبوك، صورة لمران النادي الأهلي الذي سبق السفر وتركيز 100% زي ما حضراتكم شايفين. خلي بال حضراتكم مثل هذه المباريات لو تركيزك قل 1% بس بتبقى الأمور صعبة جدا 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 جدا. خلي بال حضراتكم من هذا الكلام، لازم بكرة كل اللاعبين يكونوا مركزين على أعلى مستوى. مثل هذه المباريات
هي اللي خلي بال حضراتكم برضو افتكروا كده السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها، احنا مش عايزين نفتكرها، ولكن برضو كانت مباراة المحلة، وكان الحكم في ذلك الوقت اعتقد امين عمر، ولم يحتسب ركلة جزاء لمحمد هاني ضد نادي غزل المحلة لو تفتكروا في هذه المباراة، واتعادلنا في الدقائق الأخيرة من عمر هذه المباراة. وبالتالي دائما مثل هذه المباريات بتكون مباريات صعبة. كل التوفيق لكل لعيبة النادي الأهلي، احنا في ظهركم وهنفضل دايما وراكم، وهيفضل دايما جمهور النادي الأهلي هو المحرك الرئيسي والأساسي لكل لاعبي النادي الأهلي. محمد عادل وعاشور في القائمة النهائية لحكام بطولة أمم إفريقيا للمحليين. تواجد الحكمان المصريين محمد عادل ومحمود عاشور في قائمة الحكام النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 التي ستقام في الجزائر. في وقت من الأوقات اتقال لنا أن محمود عاشور خارج القائمة الدولية. هل بالفعل محمود عاشور خارج القائمة الدولية؟ بالخبر اللي احنا حضراتكم شفتوه ده، مليون في المية محمود عاشور داخل القائمة الدولية. رجال طائرة الأهلي بيفوز على بتروجيت في الدوري العام. 25-20 أحد الأشواط، و 25-22 و 25-17 ثلاث أشواط استطاع أن يفوز فيها رجال الأهلي الطائرة لكرة الطائرة. وإن شاء الله الموسم السنة دي باين على الموسم كده، إن شاء الله يكون موسم جيد لكل فرق النادي الأهلي. إن شاء الله كل التوفيق. محمد عبد المنعم مدافع من أصحاب القوة والمهارة. زي ما حضراتكم عارفين دي موهبة كبيرة جدا، أي مدرب يتمنى يكون عنده مدافع في قدرات محمد عبد المنعم الفنية. لاعب خرج من ناشئين النادي الأهلي لحد ما بقى واحد من النجوم الفريق الأول بعد فترتين إعارة مع سموحة وفيوتشر. النهاردة عبد المنعم ركيزة أساسية سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن محمد عبد المنعم ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى ونكمل بقية هذه الحلقة. الحقيقة حوالي لحضراتكم صورة أول ما تجهز، لأنها صورة مهمة جدا، هي لسه بتجهز دلوقتي لأن أنا لسه بعتها لهم. امبارح كان في أخبار أو من يومين ثلاثة كان في أخبار إن رونالدو نجم البرتغال ونجم، أيوه أهي الصورة أهي. طبعا الصورة أنا آسف يعني لكن كواليتي مش قوي، ولكن أنا حبيت أوري لحضراتكم بالمنظر العام. ليه رونالدو السعودية بتدفع فيه أو نادي النصر السعودي بيدفع فيه أو عايز يدفع فيه بناء على الأخبار اللي جاية من ماركا الأسبانية، ماركا الأسبانية 200 مليون يورو. ليه؟ عشان الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي، المباراة في الملعب والناس سايبة المباراة اللي في الملعب وبتلف لكريستيانو رونالدو علشان تصوره وهو واقف على الدكة أو هو يعني قاعد احتياطي. أنا بس حبيت إن أنا، لأنه الحقيقة الكلام عن الموضوع رونالدو وإزاي والسعودية ومش، لا السعودية أذكية، ناس بتعرف تفكر أو عايزة تفكر، عايزة تعمل حاجة كويسة لبلدها. هو أنا لما أجيب رونالدو ولاعبه في نادي النصر السعودي ها هيحصل إيه؟ زي ما حضراتكم شايفين كده الملعب قدام المصورين، المفروض أصور الملعب والناس اللي جوه الملعب، لا 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 مش عايز اصور في الملعب، او هصورهم صوره وخلاص. عمركم شفتوا صوره زي دي وحد قاعد بره غير رونالدو وميسي؟ مش هتسمع او مش هتشوف صوره زي دي غير مع اتنين، رونالدو وميسي. عشان كده انا بقى احيي التفكير، طالما معايا فلوس اقدر اعمل كده اعمل، طالما معايا فلوس اقدر اعمل كده اعمل، انا بعمل حاجه لبلدي. تخيل لما يبقى رونالدو بيلعب في كره القدم السعوديه مع نادي النصر السعودي، كل أنظار العالم والبرتغال على الأقل أول شهر ولا شهرين هتتكلم عن نادي النصر على الكرة السعودية والدوري السعودي والبنية التحتية في السعودية، وحاجة تسويقية رائعة. 200 مليون يورو اللي بيدفعوا دول هتلاقيهم جم للنادي النصر بشكل أو بآخر خلال الفترة الأولى لوجود رونالدو ده، لو حصل وإذا صح هذا الكلام. عشان كده بس انا حبيت ان انا اوري لحضراتكم هذه الصوره. وصلنا
الى صنع في الاهلي. وكالعاده النهارده معانا واحد من نجوم كره السله، لاعب ومدرب حقق انجازات كثيره، الكابتن اسلام علي. بدا مع النادي الاهلي مشواره سنه 1996 حتى 2013، توج بثلاثة دوري عام وخمسة كاس مصر واربعة دوري مرتبط وثلاث بطولات افريقيا وست بطولات لمنطقة القاهرة. قبل بس ما اكمل كلامي، البطولات دي لو قبل كده ما كناش عرفناها، لكن دلوقتي عشان احنا متابعين جيدين لكرة السلة ولكرة الطايرة والكرة الطايرة سيدات ورجال وكل حاجة، بقينا عارفين كل حاجة. اوبا، مباراة البرتغال. قبل ما اكمل كابتن اسلام، مباراة البرتغال وسويسرا 6-1. مباراة البرتغال وسويسرا النتيجة حتى الآن 6-1، فاضل قد إيه يا شباب؟ والله خلاص يعني في الأواخر. عموما ماشي 6-1 معروفة. الوقت بدل الضايع، الوقت بدل الضايع، وبالتالي أعتقد إن البرتغال 6 وسويسرا 1. البرتغال لابسه لون ايه؟ احمر تيالي، صح؟ وسويسرا لابسه ايه؟ ابيض. اوكي، ارجع تاني لكابتن اسلام علي. كمدرب مع الاهلي توج ب10 بطولات في استكمال لمشوار النجاح مع منتخب مصر، 8 بطولات ما بين عربيه وافريقيه وافرو اسيويه. كابتن اسلام هو اللي هيكون معانا في فقره صنع في الاهلي. فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ضيوفنا اساتذتنا الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري بعد كابتن اسلام علي في صنع في الاهلي. وفاصل، وبعد الفاصل استاذ محمود صبري واستاذ جمال الزهيري في ضيافه البيت الكبير. علاقتي بالنادي الاهلي علاقه بيت، يعني انا خلاص، انا من 96، يعني انا بقالي النهارده اهو تقريبا 32 سنه في النادي الاهلي. قعدت في النادي الاهلي اكتر ما قعدت في بيتنا، واي حد يقعد عمر طويل زي ده في مكان بيتحول لبيته، وانا فعلا بيتي، يعني انا الليل نهار تمرينات الصبح وبالليل، اكل وشرب وحياتي كلها هنا، يا دوبك بنروح البيت على النوم بس. انا اصلا من اسكندريه، فعشت سنين طويله هنا في القاهره، فانا فعلا عشت في النادي الاهلي اكتر ما عشت في بيتي، فعلاقتي بالنادي الاهلي زي علاقه اي حد ببيته. والله الحمد لله بطولاتي مع النادي الاهلي كتير، اهمهم طبعا دوري عام، كاس مصر، ومن اهم البطولات اللي انا حصلت عليها بطوله افريقيا انديه. كان جوه النادي الاهلي فيه هنا بطوله مهمه، بس الاصعب منها كانت بطوله افريقيا في السنغال 99، لان دايما البطولات اللي بتبقى بره النادي بتبقى اهم واصعب. لكن الحمد لله حصلت مع النادي الاهلي على بطولات كتير، دوري وكاس وافريقيا ومنطقه ومرتبط، وانا بلعب وانا الحمد لله مدرب حاليا. يعني اهمهم واصعبهم تعتبر هي بطوله افريقيا، بطولة افريقيا انديه. كانت مع فريق اول اغسطس انجولا في تونس، والحمد لله كسبنا البطوله دي، كانت تقريبا اصعب بطوله تقريبا لعبتها. والله حاليا انا مدرب فريق مرتبط هنا في النادي الاهلي سيدات تحت 16 سنه. الحمد لله حصلنا على بطوله مرتبط من اسبوعين، فريق 16 سنه مع فريق درجه اولى بقياده الكابتن طارق خالي. حاليا انا بلعب بطوله منطقه وبطوله جمهوريه، اتمنى احصل على البطولتين، وان شاء الله الفرقه مؤهله انها تحصل على البطولتين. انما دايما المدرب طموحه ما بيقفش. ان شاء الله طموحي ابقى ان شاء الله مدرب في منتخب مصر، مدرب فريق اول نادي الاهلي سيدات او رجال، لان عمري كله في النادي الاهلي، وانا خرجت سنتين بره النادي الاهلي ورجعت تاني، وحسيت بقيمه النادي الاهلي لما خرجت، وده حقيقه مش كلام تلفزيون، فعلا النادي الاهلي مختلف عن اي مكان تاني بره. ان شاء الله انا افضل مستقر في النادي الاهلي، في اي مكان النادي الاهلي هيطلبني فيه انا موجود، انما اتمنى ان شاء الله ان وجودي يبقى فيه نجاحات باذن الله ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام، منور. ايضا الاستاذ محمود صبري نقدنا الرياضي الكبير. ازيك يا استاذ محمود؟ مشرف منور. الله يخليك كابتن. مبروك، يعني الف مبروك للمغرب، كلنا كلنا طبعا مصريين واشقاء وعرب وافارقه بنقول مبروك للمنتخب المغربي 100%. والحقيقه يعني انا كان عندي احساس اثناء المباراه والله انه كل ما هتطول خلاص، هو المغاربه الحقيقه عملوا كل اللي عليهم ولعبوا بالطريقه المناسبه، عملوا جدا كل حاجه، صح، عملوا كل حاجه ولعبوا بالطريقه المناسبه جدا قدام منتخب برضو كبير زي منتخب اسبانيا مرشح.
فما كانش قدامهم حل غير ان هم يقفلوا فعلا بهذا الشكل الجيد جدا. وانا بعتبر انه انتهاء المباراه بوقتها الاصلي والاضافي بالتعادل ده اقصى ما كان يمكن عمله. ما كانش ممكن يعني رغم انه كان في بعض الفرص يعني القليله، انما هو ده اقصى حاجه ممكن تتعمل، وتترك بقى يترك الامر لضربات الترجيح اللي برضو كويس جدا جدا انها جت في مصلحه منتخب المغرب اللي يستحق على مدار البطوله، يعني مش هنقول في المباراه دي على على مدار البطوله في الدور الاول وتصدره للمجموعه بتاعته بجداره. صحيح. فنقول الف الف مبروك لاخواتنا في المغرب، ويا رب يا رب البطوله اللي جايه نبقى احنا موجودين يا رب ان بس شاء الله. لما الدنيا تصلح كلام تاني. بالظبط هنتكلم الدنيا تصلح هنتكلم فيه بالمناسبه استاذ محمود. لا طبعا انجاز كبير جدا، المنتخب المغربي منتخب رقم 4 في تاريخ المنتخبات الافريقيه لتوصل للدور ربع النهائي. قبل كده سبعت طبعا المغرب وغانا، سبعت قبل كده الكاميرون وغانا ونيجيريا، يعني عاوز اقول ايه منتخب عربي في تجارب منتخب، لكن عربي. اول منتخب عربي في هذه البطوله يصل لهذا الحد. المغرب بامانه شديده هذا الكلام لم ياتي من فراغ يا كابتن اسلام. أيوة. ده نتيج يعني عاوز اقول لك نتيجه عمل كبير. خش على التقيل، خش على البهريز. نتيجه عمل كبير جدا، وعاوز احيي بامانه شديده واقول له برافو عليك والله عجبتني وبتعجبني دايما، والراجل ده راجل هادي كده ورزين. انا عارفه فوز الاقدع. أيوة. يعني عاوز اقول انه في عمل كبير جدا بيتم لما تتصدر الكره المغربيه المشهد سواء على صعيد المنتخبات او على صعيد الانديه. اولا نبدا من صعيد الانديه، من نهضه بركان دوري الكونفدراليه، بطوله كاس الكونفدراليه، دوري ابطال افريقيا نادي الوداد، وضحت الملامح والشكل، وكانت المكافاه لوليد الركراكي انه هو اتجاب مدير فني اتخذ من هنا بيتمتع بعلاقه جيده مع اللعيبه اتحط في المكان. لكن الشغل اللي بيتم يتم في مصلحه العامه في الجهد. عاوز اقول انه ده شيء بيوضع في الحسبان، لانه انت مسؤول عن قيمه بلد، يعني بلد كبيره بحجم المغرب لما يتصدر المشهد. والناس اللي ما تعرفوش انه السيد فوزي الاقدع هو اصلا وزير الخزانه المغربيه. يعني ايه؟ خد من عندك رئيس اتحاد الكوره، نائب رئيس الاتحاد الافريقي، وزير الخزانه، رئيس نادي نهضه بركان، شايل الشله دي كلها. يعني ايه؟ في جهد، في عمل، في ترتيب. هو ناجح جدا. هل معنى ذلك ده بيحافظ على حقوقه؟ لا طبعا. هو طبعا بيموت نفسه عشان هو انديته كلنا الحقيقه. انا بلوم على حاجه، وانا بلوم على حاجه، معلش محدش يا جماعه عاوز اتكلم على حاجه. احنا عندنا في الجانب الاخر المهندس هاني بريد. لا انا لا استطيع ولا يمكن اقلل انه هاني بريده في لحظات كتير جدا كان ساند وداعم كبير جدا للكره المصريه وكاس العالم 2018 وشغل كبير، لكن عايز اقول في لقطات كبيره جدا ما اعرفش لماذا تخلى هاني بريده عن حياديته وسيطرت عليه امور غريبه جدا. يعني مثلا في ازمه الاهلي الشهيره تخلى. انا بقول لفوزي الاقدع على مكان ساند واقف كان عنده حق، واحنا ما حدش يقدر يقلل من الجهد اللي هو عمله عشان يساند النادي الوطني بتاعه ويقدم كل الصوره. شرف. لكن عايز اقول يعني طبعا عايز اقول يعني يا جماعه مش عاوزين ناخدها في اتجاه انه هاني كذا، لكن هاني عنده ايجابيات لا شك في لحظات كتيره جدا كان موجود فيها وحاضر وساند ودعم، واللي ينكر كده يبقى راجل مش متابع كويس جدا. لكن في المهندس هاني ابو ريده. لا هكمل كلامي مع حضرتك في هذه النقطه لانها نقطه مهمه. هل وجوده أو عدم وجوده أنا آسف في رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم فارق في الموضوع؟ بمعنى أن هو لما يكون زي فوزي الأقجع زي ما حضرتك قلت هو رئيس الاتحاد أو الجامعة الملكية المغربية اللي هي اتحاد كرة القدم المغربي، وفي نفس الوقت هو عضو الفيفا بالنسبة للأفريقيا دبع. وأيضا هو نائب أو وزير الخزانة في المغرب، هل عدم وجود المهندس هاني أبو ريدة كرئيس للاتحاد، لان السؤال ده مهم جدا. طبعا فارق. طبعا فارق. يعني هل طبعاً. هو لو رئيس الاتحاد كانت هتبقى الامور مختلفه لشكل ايجابي ايجابي افضل؟ طبعا انا شك انه بس ابتعاده. هو ده اللي انا عايز اوصله. انا بكلمك لا ابتعاده، لان هو برضو من الخبرات الكبيره جدا واللي قدم لبلده، قدم لبلده في فترات كتيره طبعاً. دعم، لكن هو بعد خروج من اتحاد افريقيا الامور اتغيرت. حتى يعني اشعر انه القائمين على الاتحاد ما بيحاولوش يستعينوا بيه ويستدعوه، مثلا المفروض يجي يحضر انتخابات لانه من حقه ان هو يحضر قصدي اجتماعات المجلس يعني بحكم ان هو ممثل اتحاد الاتحاد المصري. الاتحاد المصري. لكن انا عايز اقول ايه يا باشمهندس هاني، يعني
انا كان على المستوى الشخصي عارف واعلم كثير من الكواليس. ايوه بالظبط. اتمنى يعني اتمنى بعد هاني ابو ريده من البديل في الاتحاد الافريقي؟ برافو عليك. من البديل في الفيفا؟ يعني هنقدم مين؟ ولا هي المساله مساله انه خلاص بعد هاني ابو ريده انتهت المساله وهنقفل ونروح كده؟ اتمنى انه يكون في ايه؟ التفكير مستقبلا. انت راجل قدمت كبير جدا، عندك ايجابيات كتيره جدا، في سلبيات؟ في سلبيات نزلت منك في موقف واحد واثنين وثلاثه اربعه انت تعلمها جيد. موضوع النادي الاهلي، تعلم موضوع النادي الاهلي كان رقم طبعا. واحد لم يتم الدفاع عن نادي بحجم الاهلي، لان الاهلي مش بيلعب لنفسه، ده بيلعب باسم دوله اسمها مصر، الدوله الكبيره الراعيه لكره القدم في افريقيا. لكن عايز اقول انه انا بحيي بامانه شديده القائمين على الامور في المغرب. هو عاملين فوز الاقجع. طبعا فوز الاقجع بامانه، رجل قوي، رجل متميز، عامل كوادر. لازم تراجع نفسك وانت بتتفكر الاتحاد الافريقي، مقره في القاهره واغلب الموظفين فيه من الشقيقه المغرب، الان من جنوب افريقيا، من نيجيريا، من غانا، من تونس. فين المصريين؟ تم ابعاد المصريين بقى، الغالبيه العظمى من المصريين كانوا موجودين تم ابعادهم خارج الاتحاد. لو كان هناك في محاوله كمان لنقل الاتحاد. اللي انا عايز اقوله انه اتحيي النادي، ولازم نتكلم احنا على سلبياتنا ومشاكلنا بامانه شديده. المنتخب المغربي منتخب قوي، تم تقديمه بصوره كويسه جدا، تم اعداده بصوره كويسه جدا. يا جماعه حتى لما نيجي نتكلم انا ضد جلد الذات، يعني ايه اللي حصل؟ لا، احنا هل احنا بنفكر فعلا مستقبلا ان احنا هنعمل واحد اتنين تلاته اربعه، ولا هنقعد نقطع في بعض على السوشيال ميديا وعلى المشاهد وفي البرامج، ولا نقول حاجه ايجابيه لصالح البلد؟ بامانه شديده مصر تستحق تكون اكتر من كده، مصر تستحق تروح في مكان افضل من كده، بس محتاجه بامانه مخلصين، محتاجه عمل كبير جدا، محتاجه بامانه شديده نخرج من دايرة التقسيمات الغريبة، وشلة بتدير ولها معارف ولها مش عارف مين، ومدرب هيستقيل فيتحرك مسؤول كبير جدا، نروح للمدرب عشان خاطر ما تستقيلش. اصل انت طب يعني هل لو كل نادي هيستقيل مدربه واحنا هنبعت له رئيس الرابطة يروح يحل المشكلة بتاعته؟ يعني عاوز افهم وصلك. يعني عندما تم سؤال النائب احمد دياب عن هذا الامر قال ان ده من انا بقول لحضرتك الكلام اللي قال من ايه يا فندم؟ هل انا مقتنع من اللائحه يعني مثلا موجوده؟ من واجبات الرابطه ان هي تحل. قال لي حليت مشاكل الاسماعيليه قبل كده، وحليت مشاكل المصري قبل كده، مش قبل مباراه الاهلي. ده كلام النائب احمد دياب. على فكره لازم دايما نقول الراي والراي الاخر، احنا مقتنعين بايه احنا بنقول. ده كلام صح، ده كلام صح، وانا مش مختلف معاك، بس عاوز اقول لك ايه؟ يعني هل مثلا لو كان في موسيماني فكر يمشي من الاهلي، النائب احمد دياب اتدخل راح للنادي الاهلي قال يا جماعه عاوز احل المشكله، سيبونا اتكلم مع موسيماني. يعني عاوز اقول يعني بالمنطق، اصل ده كلام ما كانش في مشكله، ده لا انا هضرب لا لا كان في اللي هي بعد كده لحظه حضرتك لا لا ما تزعلش، انا برضو دي اتكلم مع حضرتك فيها. بس انا هقول لحضرتك لانه احنا في الاول وفي الاخر لازم تبقى الامور ايه؟ رايحه جايه. هو لما تيجي تتكلم عن موسيماني، النادي الاهلي قادر ان هو يجيب 100 يعني انا اسف يجيب 100 موسيماني، لكن هو بيتقال كده غزل المحله لا يستطيع. انا مش مختلف معاك يا كابتن اسلام، انا بتكلم هل مثلا في لقطه زي دي مثلا الاهلي هيجيب والزمالك هيجيب، هل في كل نادي رئيس الرابطه هيبقى عنده مشكله مع مدرب هنتم التحرك فيها انك انت تقول له كذا كذا، ولو رحت الحته الفنيه مش هنلعبك او مش هتمشي؟ لا انا بتكلم على ايه؟ اصل دي لائحه، يعني اللائحه والامور دي تحل بعيدا عن انك انت تروح وتحضر تمرين. انا بقول لك ده الكلام ده مش هيقلق طرف، يعني انا ضد الناس تقول لك وراح ساند عشان الاهلي قابل المحل، يا جماعه ده مباراه في الدوري. يعني لكن انا بتكلم على ايه؟ في قواعد ثابته، دي حاجات جديده اول مره نشوفها، يعني هل ده هينطبق على كل الناس انك انت تبدا تتحرك فيه مثلا؟ قال لي لو في اي مشكله مش قال لي، هو قال يعني كده في المكالمه اللي كان عاملها قال انه لو في اي مشكله لاي نادي واقدر احلها هروح احلها. طب ده كويس. لا بس هي عايزه برضو الحقيقه لازم نقول يعني لازم نحط انا اسلام انا بناقشك وانت عارف ان انا اساسا يعني انا اول امبارح يعني مش عايز اقول لك انا عملت ايه في الانترو بس احنا لازم نحط لكن انا بقول لحضرتك الكلام ده عشان انا سمعته، فمن حقه عليا لا طبعا حقه عليا ان انا اقول هذا الكلام. لا هو ممكن الرابطه تتدخل في حل مشاكل لو كان ملعب، لو كان حاجات، لكن مش مشكلة جمهور، مش مشكلة إدارة. في دي بتكلم فيها كابتن إسلام في تفاصيل حضرتك تعاقد، يعني عامل مداخلة مع كابتن سيف، أعتقد كابتن سيف زاهر. حضرتك اسمع المكالمة. أنا سمعتها سمعتها. لا اسمعها كلها. فأنا بقول لحضرتك على فكرة أنا ما كلمتش النائب أحمد دياب عشان أسأله ولا أقول له ولا أي حاجة. احنا أنا بقول لحضرتك إنه قال رد على هذا الأمر إزاي.
زي ما رد على موضوع الجمهور. ايوه بس الرد جمهور ازمه جمهور جمهور نادي الزمالك في تحطيم مدرجات الحماس والشغف. وقال لك الحماس ما دي برضه فلسفه جديده برضه هو اللي قال على فكره استاذ عامر حسين ربنا يديه الصحه. الشغف وشغب في فرق بين الشغف والشغب. مظبوط ده جمله. لا انا حتى سالت الحاج عامر يعني قلت له على الهوا هو ما كانش معايا بس انا سالته على الهوا قلت له يا حاج عامر اديني الكتالوج بتاع أيوة الشغف فعلا كده علشان انا اقول اشوف الشغف عشان اشوف لا عشان اقوله الجمهور اللي هو الحماس يعني اللي هو الحماس عشان ما نوصلش لقصه الشغف لان الجمهور الاهلي ما بيشغف يعني ما بيعملش هذا الشغف ابدا وبالتالي اديني برضو الكتالوج عشان الناس تبقى عارفه لكن ما حدش رد لغايه دلوقتي. طبعا طبعا ما فيش شك انه في ازدواجيه بمناسبه في الكلام انا اسف قبل ما عرفت تكمل لانه انت حضرتك سالتني قلت لي هو مين اللي هيحكم هيحكم ال طيب الحكام نزلوا دلوقتي عشان برضه ما تقولش لا ما اعرفش لسه حطوا لنا الحكام كابتن مين؟ محمد الحنفي كابتن محمد الحنفي حكما للساحه كابتن سامي هلهل مساعد اول واحمد رشدي كابتن احمد رشدي مساعد ثاني كابتن هشام الفلال حكم رابع كابتن محمود بسيوني حكم خلي بالك من ده بقى خلي بالك من ده بقى كابتن محمود بسيوني ومحمد الحنفي كابتن خالد حسين فار مساعد الله اولا طلباتك اوامر يا استاذ جمال نتمنى لهم نتمنى لهم انهم يبقوا موفقين طبعا. احنا مش عايزين اكتر من ان هم يبقوا موفقين في اداره المباراه يا سيدي حتى لو في اي مواقف سابقه بشكل او باخر او لاحقه احنا محتاجين نشوف شكل مختلف للتحكيم طبعا. اللي احنا عايزينه بقى لكن انا الحقيقه عاوز برضو ارجع شويه لجزئيه المهندس هاني ابو ريده انا بشوف ان المهندس هاني ابو ريده سواء كان رئيس الاتحاد المصري يعني يمكن اختلف معاكم شويه سواء كان رئيس الاتحاد المصري او مش رئيس الاتحاد المصري يستطيع ان هو يتواصل يقدر يتواصل من ده جزء من الادوار بتاعته زي ما بيقيسها على مين دكتور حسن مصطفى مثلا في الاتحاد الدولي لكرة اليد كان له دور كبير جدا في ان مصر تنظم كاس العالم طبعا لانه هو في النهاية صاحب قرار يعني انا عايز اقول ايه المهندس هاني ابو ريده شئت ام ابيت هو راجل اثبت وجوده في حاجات كتيره جدا طبعا ومش ممكن هننكره لكن هو احنا محتاجين منه محتاجه منه افضل من كده المزيد من كده يعني. المزيد من الحمايه للكره المصريه طبعا والانديه المصريه وايضا لو هو عنده خبرات معينه يفيد بها الكره المصريه بحكم ان هو راجل دوليا وافريقيا منذ سنوات بعيدة نعم وله خبرات حتى في الإشراف على المنتخبات لا أي حد عنده حاجة ما ده اللي احنا عايزينه بقى انه جمال مثلا الأستاذ جمال علام مش معنى ان هو النهاردة هو رئيس الاتحاد ويقود مجلس إدارة بيقود اتحاد الكرة المصري يبقى ما حدش يتدخل في شغله حد بحجم هاني أبو ريدة لابد ان يكون له دور قد يكون الأستاذ جمال انا ما اعرفش عشان ما حدش يقول لك حاجة قد يكون الأستاذ جمال نفسه مش عايز لا اصل ده بحكم ان كابتن هاني ابو ريده افريقيا ودوليا بحكم المكتب التنفيذي ايوه بحكم المناصب دي لازم يبقى موجود يحق له ان هو يبقى عضو في اداره الاتحاد او يتدخل طبعًا. بشكل او باخر مش يتدخل هو عضو في الاداره ليه لانه في النهايه هو خلي بالك وفقا للائحه بيكون موجود ولكن بدون تصويت بدون تصويت ايوه لكن عضو الدولي طبعًا. انا بقى اللي بعيبه على المهندس هاني ابو ريده انه من يوم ما حصل استقاله بعد كاس العالم في روسيا هو ابتعد تماما مش يعني كاس العالم في روسيا ايوه ده استقاله بعد كاس الامم الافريقيه 2019 ما استقالش في روسيا ايوه لا بعد ما استقال عفوا بعد ما استقال هو بعد تماما لدرجه حتى معلش انا بعترف اهو احنا كان دايما علاقتنا مع المهندس هاني ابو ريده قريبه يعني التواصل مستمر هو حتى بعد عن هذا التواصل يعني زي ما تقول ايه خد على خاطره قوي بس ده انا بقول انه مش في مصلحتنا يعني هو المفروض ان هو يقرب اكتر يدي خبراته للكره المصريه نعم. في النهايه سواء كان رئيس اتحاد او مش رئيس اتحاد مصري يعني أوكي. اهلا بيه برضه لازم يكون له دور طيب بما بس عشان ما ننساش المغرب وهذا الانجاز التاريخي خلينا نطلع نشوف تقرير زئير اسود الاطلسي اسمع جميع من في الكره الارضيه نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل الحقيقه وليد الركراكي عامل
انجاز كبير جدا، سيطرته على اللاعبين، على مجموعه من اللاعبين الكبار داخل المنتخب المغربي، الفكر اللي بيلعب بيه. يعني انا الناس بتقول لي يعني اصل المغرب دافع، ما يدافع دافع، هو حد هيفتكر؟ لا، هو حد هيفتكر حاجه؟ ما هو بعد ما صعد هيقول لك المغرب سنه 2022 هيقولوا صعد الى دور الاربعه، صعد الى دور الثمانيه، دور الثمانيه دافع ايه يا كابتن؟ يعني عاوز اسال سؤال يا جماعه، وانا بفكر في السؤال ده بره على فكره، ما كارلس كيروش دافع ووصل فاينل نهائي افريقيا ولعب 3-0 في كاس العالم. اي بكلمك دافع قدام منتخب اسبانيا. طب دافع قدام منتخب اسبانيا وراح للجول كم مره؟ شوف كم فرصه ضاعت، اربع مرات، اربع مرات. انا بكلمك اهو، منهم واحده كان ممكن تخلص الماتش، صح؟ ها اللي تصدى ليه حارس مرمى من المنتخب الاسباني. كابتن انا عاوز اقول حاجه بامانه شديده، منتخب المغرب كل العناصر اللي فيه عناصر محترفه في الدوريات المختلفه، يمكن اثنين لعيبه بس يعني محليين. عطيت اي يعتبر الفريق كله محترف، ماشي. عطيت الله ها وبدر بنون يمكن هم دول اللي شاركوا. بدر بنون النهارده خد العين على فكره، خد العين بامانه شديده يعني في مشاركته وبتاع، ونازل هو عشان هو متميز في تسديد ضربه الجزاء. صحيح. لكن اللي انا بتكلم عليه وضيع. طيب احنا دلوقتي لما اجي اتكلم على انا كمصري اتكلم على بلدي وابص على المشهد المالي، اشوف شكل المحترفين بتوعي، عندي انا عندي اربعه او خمس لعيبه محترفين خلاص. ليه فترة كبيرة الناتج من 2015 أنا ما طلعتش العدد المطلوب من المحترفين، ما عنديش، ما فيش المواهب. لكن في كنا بادرة أمل إيه؟ إنه إحنا بدأنا نظهر في منتخبات ناشئين وصغيرين، بدأنا نظهر في أفريقيا. ليه؟ تجربتنا السابقة لما وصلنا تاسع العالم ووصلنا خدنا كأس أمم أفريقيا 3 مرات وكان كده، كان قبلها بفترة عندنا 3-4 أجيال تواصلوا مع بعض، اخترت منهم أفضل العناصر، عملت الشكل اللي أنت عايزه. وكان عندك دوري قوي جدا. نعم. جماهيريا. نعم. دوري فيه يضم كل العناصر. النهارده احنا زودنا عدد المحترفين، مواهبنا قلت مش بالصوره اللي مطلوبه، الشغل البطوله عاوز اقول ايه داخله في سكك الناتج منها لغايه دلوقتي ما بانش. صحيح. يا اسلام، اذا لم يكن هناك دوري منتظم على شكل متميز، العداله في كل شيء، عاوزين نخرج من دايره اهلي وزمالك واسماعيل ومحله، ندخل في هدف واحد، انا امتى استرد بطوله افريقيا اللي انا ما فزتش بيها من 2010؟ نعم. امتى الانديه الافريقيه بتاعتي تعود كما كانت تسيطر؟ يعني الاهلي اخر مره كان بطل دوري ابطال افريقيا 2021 ووصل النهائي 2022 وحصل اللي حصل في البطوله. انا المفروض كاتحاد كوره اوفر كل الامور ان انا ادعم فرقي اللي في افريقيا، اوفر لها كل الدعم، لكن عندما تدخل مساله واحد يكتب بوست، واحد يطلع يقول كلمتين، اشمعنا فلان، اشمعنا مش عارف نادي موفر له ده من اجل يا شيخ، انت بتلعب بتكلم بالمشهد العام. انا نفسي يبقى عندي 20-30-40، شوف طموحي بتكلم فين؟ 30-40 لاعب محترف. ده عمره الدول الثانيه، الدول الثانيه عندك ايه؟ الدول الثانيه عندك الناتج الاحتراف فيها كبير لما جدا. لما تشوف اللعيبه، لا لما تشوف رواتب اللعيبه، ما دي نقطه مهمه جدا، اكبر من المغرب على فكره. رواتب اللعيبه المصريين اغلى من ان هم يروحوا يحترفوا. هيروح يحترف ليه؟ يخليه هنا احسن، يخليه هنا احسن جنب بيته وجنب اهله والكلام ده. ثانيا انت اللي بتروح تجيب اللعيبه المحترفين من المغرب العربي بشكل عام باسعار غير الاسعار الحقيقيه. صحيح. يمكن احنا اتكلمنا في الجزئيه دي قبل كده، انه الدكتور سالم اللي هو وكيل لاعبين اكد لي واكد كذا مره على الملأ يعني ان اللعيب بيجي مصر هنا اللعيب المغربي بسعر يعني مبالغ فيه، لانه في النهايه داخل فيها برضه وكلاء وحاجات وحكايات. يعني الاجمالي نقدر نقول انه المنتخب المغربي ما خدش بطوله الامم الافريقيه، لا ما خدهاش صح، ومع ذلك هو عنده سيستم معين ماشي بيخطط، يعني هذا الفريق يتم بناؤه منذ فتره، وبعدين معتمد في الاغلب على المحترفين. يعني انت لازم توسع فعلا دايره المحترفين في اوروبا. بس خلي بال حضرتك يا استاذ جمال، اتفضل. المنتخب المغربي ده هو تقريبا نفس عناصره اللي كانت موجوده باستثناء حكيم زياش وكمان كام واحد كانوا في الامم الافريقيه. ايوه خسروا من تقريبا مع... لا المدير الفني كانوش طايقينه، خليلوفيتش ده ولا خليلوزيتش، خليلوزيتش واضح ان هو كان في مشكله كبيره جدا ما بين اللاعبين، لان ده
يعني المستوى اللي احنا شايفينه دلوقتي لو المغرب لعب بيه في كاس الامم الافريقيه كان خد كاس الامم الافريقيه من مصر ومن السنغال ومن كل الفرق فنيا، انا بتكلم فنيا. لكن المدير الفني له دور كبير جدا. طبعا وليد الركراكي له دور مهم جدا في الحصول على هذه على على هذه الدرجه او الوصول الى هذه المرحله. دي المكافاه اللي خدها بفوز لا وعلى فكره فوز بدوري ابطال افريقيا تم مكافئته بانه ياخد المدير الفني. وطريقه اللعب النهارده المباراه النهارده هو فوزي لقب هي وليد الركراكي ذكي. ده المكالمه في الملعب يا كابتن اسلام، راجع السيناريو كده المكالمه تمت في الملعب زكي يا اسلام. اه طبعا زكي. بص كابتن عمل ايه؟ خد بطوله دوري ابطال افريقيا وخد الكونفدراليه. الكونفدراليه خدها. لا خد دوري ابطال افريقيا هو الكونفدراليه المغرب يعني. وليه تجربه في الدوري القطري، خد فيها الدوري القطري برضه مع النجوم محترفين من المغرب ومن الجزائر. هنا ده السؤال، اين المدرب المصري؟ يعني فين كوادرك اللي ممكن اشتغلت بره؟ يعني حد بص شاف مدرب عندك كويس فقال لك هاته نشوفه الراجل ده عنده دماغ. يعني ايه انت برضو عندك انا بكلمك اهو انت ما انا بكلمك انت عندك قاعده حتى المدربين على صعيد المدربين في الدوري المصري القاعده بتنقرض. يعني المدرب اللي بيخرج عن الاطار ويقدم شيء كويس ما تلاقيش حتى حد باصص عليه. يعني ايه ممكن يبقى حد ايه يقول لك انا شايف ده ما معهمش رخص. ما انا بكلمك ده بيدرب من المدرجات. ما انا واخد بالي يعني في البطولات ماشي انا معاك بس انا بقول لك يعني ايه انت حتى على مستوى هذه القاعده لا تشغل بال الاتحاد الكوره. يعني ايه حتى من الكوادر ممكن ايه يجي دوله او نادي من بره افريقي او نادي عربي يقول الاتحاد النادي اديني مين افضل واحد عندك فرت تقول له تروح داس على الزرار انا عندي جمال الزهيري عمل ثلاثة دوري وعمل اتنين كاس خده عندك مدرب منتخب. مفيش الكلام ده مش موجود طبعا. لا البيانات دي مش موجودة طبعا. هنا التدريب يخضع للمعارف وللعلاقات ودمك خفيف ولا لا طبعا ماشي. لكن انت على المستوى والمشهد بص على حد خفيف ولا لا بص انت بص على المستوى لا المشهد. وانت في شيل شوف لا شوف حتى على اختيار واكتشاف الكوادر في قطاعات الناشئين. انا خليني شوف الاختبارات. انا بس عايز اوري حضراتكم معلش اصل انا الصوره دي بالنسبه لي انا هحاول ابعتها لهم. الصوره دي بالنسبه لي برضو صوره مهمه جدا. هي صوره رونالدو والناس رايحه تصوره بس ما بيعملوش حاجه ثانيه. ده نجم يا كابتن اسلام يعني لانه الناس تقول لك ايه هو يعني انتوا بس بتقولوا اصل رونالدو 200 مليون يورو 500 مليون يورو لا يا جماعه يقدر يجيب سهل. انت شفت الصحافه البرتغاليه كتبت ايه النهارده؟ لا قول لي الصحافه البرتغاليه النهارده كتبت عنه تقرير على فكره مرعب يعني ولسه حتى بتكلم عمرنا بندخل على الهواء. صحيفه ايبولا كتبت انه 70% من الاستطلاع الراي اللي عملوه لا يرغبون في وجود رونالدو في المنتخب. عاوزينه على ايه؟ دكه البدلاء. بس هو نجم رغم ما انا بكلمك الغريبه بقى انا بسميها ايه قله الاصل دي؟ يعني ليه يا جماعه؟ ده لولا رونالدو لو يعني محدش يحصل كده معاه. لا 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 يعني رونالدو اللي عمله للمنتخب وللكره البرتغاليه في السنوات اللي لعبها هو اللي بيجيب لها النجوميه. يعني عاوز اقول اضاف مع مجموعه اللعيبه زمايله كانوا معاه عمل شكل مختلف حقيقي. بامانه شديده لا يعني النهارده بامانه انا حزين جدا انه اتعمل مع لاعب اخلص لبلده. في صوره دلوقتي انا كنت بشوفها هو قاعد باصص للمدرب كده والمدرب باصص له طيب مش طايق بعض. المدرب معلش هات لونج كده برجو. يعني المدرب ايه؟ المدرب واقف اقف ينفع اقف؟ المدرب واقف واقف على واقف على البيكاتشن بيبص ورا عايز يشوف تغيير فبيبص ورا كده يشوف فمين اللي في وشه؟ رونالدو. فرونالدو باصص له بيقول له يعني عايز ايه؟ يستعطفه يقول له غيرني انا نزلني انا على الايام على الايام هي دي ومع ذلك هي كرة القدم حلاوة كرة القدم ومع ذلك وصعوبة نجم يا كابتن ومع ذلك نجم وريت حضرتك ان كل الكاميرات بتجري ورا. خلينا ننتقل بسرعة عشان وقتنا بينتهي معاكم بسرعة جدا. النادي الاهلي عندنا مباراة صعبة جدا مباراة مهمة وصعبة في نفس الوقت خصوصا بعد دايما احنا بنبقى عارفين برضو علشان جمهور النادي الاهلي يبقى وانا متاكد ان هم فاهمين هذا الكلام كويس جدا احسن مننا كمان انه دايما قبل مباراه النادي الاهلي كل حاجه بتتلم والمكافئات الخاصه والمكافئات القديمه بتطلع وكل حاجه بتخلص طبعًا عشان طبيعي. انت هتلعب البطل ده امر طبيعي والنادي الاهلي متعود عليه من زمن الزمن صحيح. يعني من الخمسينات والاربعينات والثلاث كل الفرق بتنسى مشاكلها وبتحاول تلم مشاكلها دي وده طبيعي على فكرة مظبوط لأنه الفرق دي هتلعب مع بطل المتوج للدوري
انا بس عايز اقول انه كل المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي كمان، يعني اذا قلنا ان كل الفرق بتستعد للنادي الاهلي، فكل المباريات اللي بيلعبها النادي الاهلي مباريات مهمه. طبعا مفيش مباراه هات اي فريق انت هتلعب معاه لو خسرت قدامه نقطه نقطتين هتفرق معاك. طبعا لانك بتلعب على البطوله ولا شيء غيرها. حقيقي مفيش حاجه تاني. حقيقي المباراه طبعا مهمه جدا. فرقه غزل المحله من الفرق القويه جدا، فرقه مميزه حقيقي، ده حتى من الموسم اللي فات. ولذلك هو تحدي جديد. النقطه الوحيده بس اللي لفت ليها النظر كمان مستر كولر او اتكلم فيها مع اللعيبه، اللي هي نقطه اضاعه الفرص. صحيح، لان انت احيانا مباراه بتبقى معلقه. ماتش طلائع الجيش كان يخلص من اول نص ساعه بالظبط، كان ممكن يخلص ومقاولين. ولو انت احرزت هدف مبكر بيفرق معاك ده. جدا حقيقة. جدا بتقتل المباراه من البدايه. استاذ محمود اعرف رايك برضو في هذه المباراه الصعبه جدا، لان كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه المباراه. طبعا، وللاهلي في المحله حكايات وروايات وقصص طبعا تاريخيه احنا شاهدين عليها. محله من الفرق المميزه جدا حقيقي، وبتلعب مباريات الاهلي بلقاءات الكؤوس. وشفنا الماتش السنه اللي فاتت عامل ايه، علي معلول كره ثابته 2-2 من اجمل مباريات يا جماعه. السنه اللي قبلها كان كابتن عمر الكره بتاعت هاني اللي لم تحتسب ركله جزاء. مباريات الاهلي مع المحله والاهلي مع الاسماعيلي في اسماعيليه والاهلي مع المصري في بورسعيد كانت المباريات اختبارات لقدرات اللعيبه حقيقي. وعايز اقول ان مباراه بكره هي مباراه برهنه شديده على قدره الفريق وعلى قيمه اللعيبه اللي موجوده في الفريق. نعم. ان هم يدافعوا عن يعني احلام جماهيرهم في استعاده اللقب المفضل، استعاده درع الدوري. فاعتقد انت بتفكر كبطل في شيء ما يفرقش معاك شكل منافس الا سوى احترامه، وانك انت تديه له وضعه وتقدم افضل ما لديك. تخيل طبعًا انت بقت كل مبارياتك مباراك، ما هي خلاص ما خلص ما عادش فيه وقت. لان النهارده لو قدرت تحسم المساله استفاده بقى من الموسمين، انت هدفك جمع النقاط دلوقتي، جمع النقاط لا وتوزيع الفارق مع المنافسين. طبعا ما انت جمع النقاط دلوقتي وعندك مباراه في غير من المحطات المهمه جدا اللي بتبرهن على قدره البطل. صحيح. وعلى شخصيته في الملعب. مباراه صعبه، كل الاجواء حواليك اتلمت، وفي لحظه بقيت كل الكلام ده ولا يعنيني ولا انا يشغل بالي. انا المفروض انا يشغل بالي ان رايح في هدف واحد، ان انا افوز بالمباراه. تمتلك تستطيع الفوز، تستطيع الفوز وتعمل مباراه كبيره. اذا ما استطعتش يبقى عندك مشكله. يبقى عندك فانا عاوز اقول انه اللعيبه عارفين والمدير الفني اكيد وصلت له الصوره ومشهد، والمشاهد كلها بتتكرر. يا جماعه الاهلي ضاع منه الدوري في السنتين اللي فاتت بسبب تفريط في النقاط المباريات. بدايتها السنه اللي قبل اللي فاتت كان ماتش المحله. كان ماتش المحله لما اتغلب 1-0 واتغلبنا 1-0 صح، ما تعادلناش. انا قلت تعادلنا لكن اتغلبنا 1-0 انا افتكرت. لا وكانت ركله جزاء بتسديده وما عرفش تروح للماتش ده. لا وركله الجزاء وركله الجزاء ما اتحسبتش. كان محمد الحنفي برضه. لا امين عمر بس الظروف كانت مختلفه. كان الاهلي برضه ظروفه غير طبعًا دلوقتي. لا طبعا، بس انا بتكلم ان دي كانت البدايه السيئه للنادي الاهلي في هذه كانت من بدءا من الماتش ده كان عامل بعد كده بقى مشكلة. اضاعت بعد كده بدات ان شاء الله تبقى بدايه يا رب لمرحله كويسه جدا. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. زي ما قلت لحضراتكم كلنا ننتظر هذه المباراه. هتقول لي يعني انتوا كاهلاويه هنتفرج على المباراه دي حتى لو في نهائي كاس عالم. كويس انه مش وجهه نظري. كويس كاس العالم لانه كانت هتبقى مصيبه. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كواليس المونديال من خلال البيت الكبير وكريم سعيد وايمن جلبرتو، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. فقره كواليس المونديال بتبقى دايما اخر فقره معانا علشان نقول لحضراتكم كل الاخبار الخاصه بمونديال قطر 2022. اليوم النهارده كان يوم حلو جدا، ولكن قبل ما نبدا كلامنا واخبارنا خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ كله تمام. ايضا ايمن جلبرتو، ازيك يا ابو ايمن؟ ازيك يا كابتن؟ كله كويس الحمد لله. الحمد لله. خلينا نطلع كالعاده نشوف اهم الاخبار الخاصه بكواليس المونديال ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كريم، هبدا باحلى حاجه النهارده وهو تاهل المغرب. الحقيقه وفرحه كبيره جدا لكل العرب والافارقه، حاجه مشرفه جدا. طبعا اكيد انجاز تاريخي كابتن اسلام. النهارده المنتخب المغربي دلوقتي كل دقيقه وكل حاجه بيعملها بتتكتب في التاريخ. صحيح. نتكلم على اول منتخب عربي في تاريخ المونديال يوصل ليه دور الثمانيه، المنتخب الافريقي الرابع
اللي حقق الانجاز ده بعد كاميرون 90 وسنغال 2002 وغانا 2010. وكمان بقى انا وجهه نظري ان المنتخب المغربي دلوقتي عنده فرصه مش تتكرر تاني. لن تتكرر، برافو عليك. ان هو هيلاعب منتخب برتغالي، وان كان منتخب البرتغالي بدون رونالدو. ايوه منتخب، هات له الصوره والنبي عشان هو انا عارف اصله، هات له الصوره اللي انا معلش، هات له الصوره عشان تعرف يعرف رونالدو. برضو احنا بنتكلم عن رونالدو، هات له الصوره يا شباب، هات حط لي الصوره عشان اصله كريم، اصله برشلوناوي فيعني ايه عنده حاجات اهو. الناس دي كلها رايحه لمين؟ لرونالدو طبعا. نعم لرونالدو طبعا. بس هو قاعد ايه؟ بس ثانيه بس اكمل كلامي. اتفضل. على الدكه وقاعد ايه؟ بديل. وسايبين مين؟ وسايبين الفريق اساسي كله. لا مش الفريق، برناردو سايبين الفريقين. ماشي مش مختلف معاك يا كابتن. وسايبين العالم كله رايحين لرونالدو. تعالى لي تاني بقى. المصورين كلهم واقفين بره الخط. اه طبعا يعني كل الكلام ده بره الملعب. صح كلهم دكه يعني. ورونالدو بره الملعب البرتغال بتحقق نتيجه 6-1. دي انا ما اقدرش اتكلم. صح كده؟ اه يبقى احنا البرتغال لابس احمر بالمناسبه. بالظبط. فنقطه مهمه عايزين نقف عندها، ان انا كنت بقول ان دي اهم فرصه للمنتخب المغربي، ان المنافس لو احنا اخترنا منافس من يعني من الثمانيه من السبعه الكبار، السبعه الكبار البرتغال يمكن اللعب معه ممكن. صحيح. بس بصراحه المستوى اللي قدموه النهارده من غير رونالدو مستوى مرعب. صحيح. جدا. ليه؟ ما لعبش خالص؟ لا نزل في الدقيقه 75 جاب جون تسلل باين. لا هو بس هو نزل اخر ربع ساعه. الفكره يا كابتن اسلام ايه؟ ان المنتخب البرتغالي ورونالدو في الملعب، وحضرتك طبعا يعني قادر عارفين لما يكون الفريق فيه سوبر 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 ستار، اول ما الكوره بتعدي نص الملعب اللعيبه بتبص على السوبر ستار. ليه؟ عشان يديله الكوره زي عندنا. عشان ما يتقمص زي عندنا. لا وللامانه حتى كريستيانو دلوقتي وضعه كسوبر سوبر ستار هو عنده مشكله يعني. كريستيانو فنيا امبارح بمناسبه اخليك تكمل، ولكن بمناسبه الكلام امبارح حد من ضيوفنا كانوا قال لي كلمه رائعه، قال لي هو اوفر كواليفايد لاي حد. يعني ايه؟ يعني السالري بتاعه دلوقتي كبير. ايوه طبعا. على اي نادي في العالم. صحيح. لدرجه ان هو وصل لهذه الدرجه. فهي الفكره هو حتى يعني هو كمان مستواه كريم ما بيساعدش الناس ان هي حتى تعتمد على ان هو يخوف. يعني هو نجم في الملعب وسوبر سوبر ستار، بس للاسف الكره تحت رجله دلوقتي فيها مشكله. هو نفسه عايز يقول للناس وعايز يقول للناس انا المشاكل بتاعت يونايتد دي لا ده انا لسه موجود ولسه بلعب ولسه. فالموضوع صعب. فانا هو لازم يعني هي في عقليات يعني طبعا كل لعيب وعقليه العقليه بتاعته، لكن هو لازم يستوعب ده ان هو دوره دلوقتي الافضل ليه ان هو يبقى على الدكه بروحه بقيادته وينزل لو هو يقدر ينزل ويغير. لكن ده في شويه صور على بس دي مش يعني انا اسف مش هيفهمها غير اللي لعب كوره. ليه؟ لانه هو قاعد، انا لسه كنت بشرحها للاستاذ محمود والاستاذ جمال، هو قاعد مكبر على الدكه ولا وقدامه سانتوس واقف على الخط. فسانتوس بيبص، ما هو اول حاجه المدرب لما يحب يغير بيعمل ايه؟ بيبص وراه. هو مش حافظ يعني مع البتاع فبيبص وراه، فمين اللي في وشه؟ رونالدو. فرونالدو عنده نظره بيقول له ارجوك نزلني. ايوه عارف فرصه الماتش فتح كمان. عارف النظره دي وال طبعا. لا فهو الموضوع يمكن حتى ميسي العكس دلوقتي. يعني ميسي دلوقتي في الارجنتين للامانه ده فعلا كاس العالم. يعني انا ما حضرتش 86 بس اسمع ان 86 بتاعت مارادونا. 86 مارادونا. دي فعلا لو جت للارجنتين هتبقى ميسي، لان ما فيش غير ميسي في الفريق. يعني ميسي لو مش موجود. في بعض التقارير اول امبارح اتكتبت عن ان مش تقارير تقارير حقيقيه يعني ان ميسي اكتر لاعب في كاس العالم بيمشي في الملعب. بيتمشى. بيتمشى تاني. ما بس تاني. لما يعني هو اول تاني. اول تاني تاني متأكد والله تاني. بس لما الشويه اللي بيفوقهم او الشويه اللي هو بيمسك فيهم الكوره وهي دي اللي بتخلي الارجنتين. ايوه بس عشان كده هو قدام. يعني انا بشوف ان الارجنتين قدام هولندا نسخه من ماتش نسخه 98 في فرنسا. برضو الارجنتين لعبت هولندا في دور الثمانيه وكان الكسبان منهم هيلعب البرازيل في السيمي فاينل. و جيل بقى كابتن اسلام لا تتخيل اقوى بكتير من الجيل الحالي. اورتيجا، باتستوتا، ايالا، زانيتي، كان حاجه جيل دي كان مرعب. بس هولندا كانت اكثر تنظيما وتكتيكا. يعني ثلاثه كان بيركامب وكلويفرت وسيدور نص وديف وادجار ديفيدز واوفرمارس. كانوا يستحقوا اصلا ان هم يتاهلوا النهائي. كان فريق حتى يعني فريق فريق مش عارف ازاي ده ما خدوش كاس عالم. الجيل فريق تكتيك اقوى بكتير من الارجنتين. الارجنتين كان عندها اسماء اقوى عالميه. بالظبط. والماتش خلص 2-1 بجول بيركامب طبعا الشهير اللي خده لما ايالا وحط الكره في البعيده بوش رجله.
فاللي عايز اقوله الماتش ده كان حته لعيب بركام ده ايه ده يا جماعه عظيم طبعا. فماتش انا في وجهه نظري ربما الناس كتيره طبعا شايفه مستوى ميسي وطبعا ميسي عليه زخم عشان ده المونديال الاخير، لكن انا ما اعتقدش ان الارجنتين تقدر تعدي هولندا اذا الامور مشيت طبيعي، لو بنتكلم طبيعي. فانا بشوف يعني ايه طبيعي؟ يعني مفيش طرد، مفيش حاجات غير يعني ايه استثنائيه كانت بتحصل في المباريات، لو الماتش ماشي طبيعي كده يبقى كفه، انا في وجهه نظري كفه هولندا اقرب. فعشان كده بقول للمنتخب المغربي بصراحه النهارده عايز النهارده تسطر اسمك بقى، تكسر كل الارقام. اول منتخب افريقي في التاريخ يوصل سيمي فاينل، اول منتخب عربي يوصل سيمي فاينل، وكمان ايه بقى؟ هتلعب ماتشين يعني بعد هتلعب يعني مش تخ يا فاينل يا ثالث ورابع، لا فاينل ثالث ورابع صحيح. فان شاء الله باذن الله باذن الله ان المنتخب المغربي باذن الله يشيل كل الضغوط من عليه ويلعب بوزن النهارده. كل الضغوط النهارده كانت على اسبانيا، اسبانيا لعبوا النهارده مباراه مضغوطين بطريقه كل وقت ما بيمر حقيقي. ومرابط بصراحه النهارده عايز احييه، وفيها مرابط النهارده عمل مباراه عالميه. يعني فريق المغرب للامانه حتى لو احصائيات يعني تشكيله المغرب حلوه، يعني تشكيله المغرب حتى يعني الناس بنستعرضها مع الناس هي تشكيله يعني بنتكلم ياسين بونو، حتى الناس كانت متخوفه ان ياسين بونو ساعات يعني بعيدا عن ركلات، هو متميز جدا في ركلات الترجيح، لكن هو ساعات بيبقى ليه ايه حركات كده في الماتش غريبه. كان في لقطه المذيع حتى اتجنن، المذيع المغربي انت ما طلعتش ليه؟ فالناس كانت بتخوف من لقطات حكيمي النهارده سايس واكر كلهم عاملين ماتش، ومرابط تحديدا في كوره عمل تاكلينج يا كريم رجع على طرف غطى ورا هم عندهم ثلاثي في وسط الملعب يا جماعه، عز الدين وناحي وسفيان مرابط واسلام ملاح، ايه يا جماعه ده؟ وكلهم ايه اكبر واحد فيهم 25 سنه خلي بالك. فدي ميزه، يمكن هم هجوميا طبعا الرصه بتاعتهم النهارده هم على قد ما قدروا كانوا بيحاولوا يقفلوا، ان اسبانيا زي ما كريم شرح في حلقه قبل كده على طريقه اسبانيا ان هم ازاي ممكن يستدرجوك بالتمريرات والباصات بتاعتهم عشان خاطر يفتحوا. النهارده المغرب كانت واقفه رصه اللعيبه برضه، خلي بالك واحنا بنتكلم اهو بص تشكيل منتخب اسبانيا عامل ازاي برضه يا جماعه، ما هو اللعيبه لا لعيبه مميزه جدا انت بتتكلم في لعيبه من افضل لاعبين في يعني جافي ده لعيب مميز جدا في وسط الملعب، بوسكيتس واحد من الخبرات حتى النهارده جافي الدمان. بالمناسبه تم السماح ليه، ده تقرير حقيقي في الصحافه الاسبانيه، تم السماح لي او بالموافقه بمقابله او يعني ان هو يصاحب او يخطب او كده يرتبط بالبنت الملكه او ابنه الملكه. طب ده دنيا ثانيه دلوقتي ده هيعيش دنيا ثانيه بقى النهارده تحديدا تم السماح ممكن يبطل كوره يبقى ملك فيعني للامانه المغرب لا عملت ماتش تكتيكي قوي. الحته اللي كريم قالها هي هيبقى فاصل معاهم حاجه مهمه جدا بدنيا، هل المغرب هتقدر الاستشفاء بتاعها صحيح تستعيده بشكل قوي ان هم يقدروا يقفوا على رجليهم، لان برضو البرتغال ماتش سبت الماتش رايح ماتش سبت الدور الربع النهائي جمعه وسبت هم هيلعبوا السبت، فهي دي اللقطه. البرتغال الماتش النهارده تسهل لهم فلعبوا براحتهم، المدرب سحب اللعيبه فهي دي، فهم اعتقد الماتش ده هيبقى روح اكتر من، وانا يمكن للامانه الركراكي يعني من المدربين الصراحه الفاردين نفسهم حقيقي. انا يمكن في ماتش بلجيكا شويه في بعض حسيت ان هو الماتش بيهرب منه، يعني في ماتش بلجيكا كان يقدر حسيت ان هو ممكن الماتش يهرب، لكن لا بقيت بعد كده يعني في البطوله لا فريق المغرب منظم جدا عامل حاله في الملعب. دي احصائيات المباراه وانت بتتكلم في لعيبه النهارده بتتصاب من الملعب بينزل البديل بتاعهم جاهز، والنهارده بنشوف بدر بنون، بنشوف لعيبه من المغرب واحد زي جبران يعني بنشوف لعيبه تشكيله ما بين اللعيبه المحليه واللعيبه المحترفين، هو عامل حاله كويسه ومسيطر على الفريق بشكل قوي. دي كانت ساعات بتبقى من ازمات المغرب ان هم بيفقدوا السيطره على النجوم. الجيل ده كمان انا اعتقد الجيل ده منضبط جدا، يعني الجيل ده بصراحه ملتزم يستحق الحقيقه. جيل ملتزم جدا وما بيتكلموش كتير ويعني حتى المشاعر اللي خارج الملعب بصراحه. امبارح انا قلت ان المغرب ان وليد الكراكي كان واقف بيلعب 5-2 فحد عدى الكره بيرج فبص للصحفيين بره وقال لهم مش عايز حد يطلع الصوره دي بره بيضحك يعني لا ده هو زي استكمال يعني هنا الاحصائيه برضو الألف تمريره الف تمريره بحبها دي يا كابتن اسلام الف تمريره حاجه غريبه جدا لا ده في كوره في الدقيقه 120
احنا متعودين انت خلاص لما بتبقى مسيطر في الدقيقه 100 بتلعب العب ارمي طويل. هم اسبانيا مصممين التاك تاك تاك الكرة الفرصه بس الكرة كانت فرصه رهيبه يعني في اخر دقيقه يعني دي فعلا حاجه قدريه كده. لا اسالني بصراحه الكره دي كل امانه هم انا في وجهه نظر الشخصيه طبعا وجهه نظر شخصيه بحته قبل ما تقول وجهه نظر الشخصيه ده ياسين بونو رجل اكيد المباراة مليون في المية يستحق مليون في تقريبا هو اول حارس برضه يعني عربي بقى افريقي يصد ضربتين جزاء في ماتش اقصائي في كاس عالم طبعا. او في ماتش عام في كاس عالم وراك نفسه اول مدرب افريقي وعربي راجل بيتاهل ربع النهائي. فلا يعني فعلا زي ما كان بيقول كده الارقام دي بتبقى بالنسبه للمنتخبات العربيه يعني خلاص انت كاس العالم اللي جاي 4 و48 منتخب هتبقى هيصه فانت بتنهي اللي هو الحلم بتاع الافارقه كلنا عايزين نشوف منتخب في السيمي فاينل فان شاء الله يبقى المغرب يعني. لا وطبعا انا كنت لسه عايز اقول ان احساسي في الفرصه بتاعت الدقيقه 120 دي بصراحه ان فيها لاسبانيا يعني ساين او علامه على اللي عملوه في ماتش اليابان بكل امانه. صحيح كل امانه والله انا مقتنع تماما ماتش اليابان. والله العظيم يا كريم انا قلت لمازن ابني قلت له يا مازن بيقول لي بنتكلم عن الماتش بتاع اليابان ومش مصدق. ايه ما حدش مصدق يعني. طب قلت له حبيبي بص الكوره هيتعاقبوا صح طبعا ممكن مش ممكن ما كنتش شايفه في الماتش ده. انا قلت له حتى لو في الماتش النهائي ولكن هيتعاقب بعديها طبعا هيتعاقبوا على اللي حصل ان اسبانيا كان واضح يعني اي حد يعني ليه في الكوره اسبانيا لو لعبت زي ما لعبت قدام المغرب كده كانت تكسب اللي هتدي اليابان 10 والله. ده اولمو نشوف النهارده اولمو عامل ازاي في الجبهه اليسرى وبيجري واسينسيو النهارده كسر مصيده التسلل بكام طريقه بصراحه تحفه بصراحه يعني في كوره في فرصه منتخب اسيا في الشوط الاول فعلا اسينسيو اخترق الدفاع المغربي بشكل ممتاز جدا بس برده ما كانش متوفق وشوط الكوره في الشباك الخارجيه. النهارده اسبانيا هجمت ووصلت بس تحس التوفيق مش معاها ربنا سبحانه وتعالى مش مساعدها. الله ينور عليك. بسبب ايه؟ بسبب فعلا ان هم في ماتش اليابان فعلا اول ما شافوا ان المغرب متصدره كرواتيا وصيفه وفي نفس الوقت كمان هم عايزين يبعدوا عن البرازيل فعلا البرازيل فعلا مرعبه بكل امان كل امان البرازيل مرعبه بشكل فظيع بسبب خط الوسط. كازيميرو عامل حاجه في خط وسط البرازيل مخلي اي حد بيلعب البرازيل مش عارف يعدي. بس هو كازيميرو بدا يلعب في مانشستر يونايتد في الفتره فاللي عايز اقوله ان اسبانيا فعلا لا انا احساسي برضه بعيد عن الفنيات النهارده اسبانيا في عقاب كتيره لا لان هم بصراحه فنيا كويسين. الشوط الثاني كابتن اسلام لا ده خبرات ده الشوط الثاني المنتخب ده رودري المغربي عملوا بس كورتين للامانه كانوا في هجمتين مرتدتين شردي في راح انفرادين كده في الوقت الاضافي ده الشوط الثاني وان سايد جيم رودري ولابورت والله معديين خط النص صحيح. بتاع الملعب بتاع المغرب 21 لاعب في نص ملعب نص ملعب في اوف سايد بتاع في اوف سايد من اللي اتحسب على المغرب حسب فعلا من على النص يعني هم الدفاع مش واقف على الخط الهاي هاي هاي لا واقف على الخط هم هناك كلهم ومع ذلك برضو بصراحه انا حسيت شو الثاني المغرب طبعا بتضغط وهم تعبوا ليه؟ ان انت واقف عمال الثاني والرابع تحديدا تعب العيال تعبت فعلا ان انت عمال تستقبل الضغط وانت واقف على رجلك صحيح. حتى ما حدش عايز يخفف عليك الضغط ده ان هو يهاجم فبصراحه يعني اسبانيا انا في وجهه نظري كره القدم دايما تبقى عادله والنهارده صحيح المغرب يستحق بالجهد وبدراعه بصراحه المغرب اتاهلت لدور الثمانيه للمونديال بدراعها ما استنتش مساعده من فريق ما استنتش نتيجه اخرى هم نفسهم بصراحه بكل امانه ما حدش عندهم انا مش شايف حد عندهم بياخد اللقطه من المنتخب او من اللعيبه كل الناس حتى لقطتهم الماتش بتاع كلهم بعد الماتش سجل واللي راح سلم على والدته واللي سلم على الاهلي والدنيا ماتش كندا يا كريم لما الدنيا بسيطه والدنيا مرتاحه مفيش الجمهور اللي راح عشان الحظ الجمهور كمان اللي سافر بصراحه شوف كم الجمهور هناك جمهور كوره دي مهمه جدا لازم نستعرف حاجه والله عايز اقول انا اسف يعني لازم اقول دي مهمه قوي كابتن في الملاعب صوت الجمهور بيوصل للعيب بالتون بتاعه يعني ايه بالتون بتاعه ان ده يعني ده مشجع كوره مش درجه ايوه طبعا ده مشجع كوره احنا مستمتعين دول مجموعه مع بعض يا حبيبي انا بلعب باك رايت اتفضل الباك رايت ده بيبقى جنبه ايه درجات على طول وبعد الخط ايه بره الجمهور ولو ملعب كمان ضيق شكرا الله ينور عليه فانت ما بتسمعش حاجه في حياتك يعني المدرب الناحيه الثانيه اللي صح 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 في شوط من الشوطين صح المدرب بعيد خالص صح انت لوحدك ايوه صح ومعاك مين بعد ربنا جمهور فريقك النادي الاهلي ساعتها يعني فكنا بنسمع انا ارفع يا اسلام لما برفع الكره لما الجمهور يقول لي ارفع وارفع
بتخش جول. ده كمانه هي الناس شايفه. ولا وساعات يا كابتن انت لما الاستامنه بتاعتك والجهد بيزيد والتعب بيزيد عندك صح، انت الجمهور هو اللي بيديك الادرينالين اللي خايف تزود. فدي نقطه اضيف على كريم كلمه فكره امتى جمهور الكره بيبقى عارف امتى يدي اللعيبه بتاعته الباور، امتى يهديهم، امتى يغني، امتى يحتفل. ده اللي بنشوفه في المغرب، شفناه في تونس، بنشوفناه في الارجنتين. الناس حتى وهي بتغني يعني جمهور الارجنتين ممتع في ايه؟ احنا دي قلت عندنا شويه بصراحه. لا احنا دي راحت عندنا بصراحه. امانه بقى المشكله بقى عندنا في الجمهور في مصر. ايوه ان ما مش عارفين امتى نشجع. لا دلوقتي ال 2500 ل 2001 اللي موجودين اعتقد ان هم عدد كبير بس جدا، بس عندهم منهم مشكله يا كابتن. حتى الان لازم يختار امتى يغني وامتى يحمس. يعني ينفعش لا ما ينفعش لازم يبقى في الثقافه دي. صحيح. امتى تحمس وامتى تقول العب يا اهلي يا رب يا اهلي. لكن انت طالما قدر. لا بس انت طالما قدر انا بشوف كده. يعني احنا كان جمهور النادي الاهلي ايامنا احنا كان بيعمل ايه؟ طول الوقت بيغني. هو طالما قادرين شباب. ما انا عشان كده بقول لحضرتك الارجنتين ما بيغنوا، بس في اغاني بتبقى حماسيه في الوقت ده. دي الاغنيه اللي لما النتيجه بصراحه انا لما الحكم ضاغط عليك، لما اللعيب يبقى واقع. لكن في اغاني تانية بتتغنى في اوقات ايه فرقتك 2-0. ايوه مريح، عيش، احتفل، هيص. فهي دي للامانه في الفتره الاخيره مشكله. لا طبعا انا بشوف ان هي لا انا بتكلم بشكل عام. بشكل عام جمهور الاهلي في الحاجات دي الحياة. لان دي من الحاجات. الماتش اللي فات انت كسبت ازاي؟ الماتش اللي فات على طول طلع الجيش طبعا زي. لا الناس بتحمس على طول. واهم بكره ماتش، بكره مهم، مهم جدا، بكره مهم جدا 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 جدا. شفت حد كان حاطط سكرين شوت لمحل حلو قوي السنه دي ان تذاكر جمهور الاهلي خلصت. فطبعا لما طالما على السيستم التذاكر خلصت يعني ده معناه ان الدرجه الثالثه اللي هي ورا دي ان شاء الله تكون مليانه. ده حقيقي. لو ما كانتش مليانه والتذاكر خلصت فنبقى ممكن نعمل بقى حلقه نفكر بتاعت المعادله اللي عملتها طبعا عشان نشوف. لا انا بس كان نفسي اعرف المعادله الفرق ما بين الشغف والشغب والحماس او الحماس. ماشي. عموما خمس مدربين رحلوا بعد الفشل في المونديال، اقالات واستقالات. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. حابين نتكلم على المغرب، على البرتغال وسويسرا الاول ولا خلينا نتكلم على المغرب؟ محتاجين بس نقول حاجه برضه لسويسرا. يعني رغم طبعا الهزيمه 6-1 بس طبعا لازم نشيد بشاكيري بصراحه. يعني شاكيري النهارده بيحط اسمه من في برضه في التاريخ بانه لاعب من اللاعبين القلائل اللي لعبوا ثلاث نسخ مختلفه للمونديال مع المنتخب السويسري. اسمه بينضم ل نيمار برضو لاعب ثلاث نسخ مختلفة، ميسي برضو ميسي لعب برضو أكتر، ميسي لعب أربعة. نعم. بيليه. مين الأكتر بقى؟ نعم. مين أكتر واحد لعب نسخ مختلفة؟ في المونديال. كام؟ رونالدو. 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 خمس. خمسة. بس أنا على الدكة النهاردة. بس الأكتر يا أخي. مش على الدكة. حتى مصورين كانوا كتير. خلي بالك أنا بحبه جدا جدا. أنا بحب رونالدو. لأنه عقلية غير طبيعية. عقلية. سيبك من الكوره. انا بيجي لك نفسي بصراحه ياخد التجربه بتاعت لا مش سيبك من الكوره بس يعني اقصد ان يعني ايه عقليه غير طبيعيه. لا هو طبعا محترف. يعني رونالدو افضل انا في وجهه نظري افضل رياضي في تاريخ يعني في تاريخ الرياضه. ان هو يوصل للسن ده ونسبه ياخد الفلوس دي ونسبه الدهون في جسمه 2% بصراحه حاجه عظيمه. حاجة مش طبيعيه يعني. حاجه عظيمه بسم الله ما شاء الله. ده التشكيل المنتخب البرتغالي برضو تشكيل تقيل تشكيل جدا. وهو راهن على راموس بصراحه. يعني انا برضو مبسوط بسانتوس يا كابتن اسلام. شيء مهم قوي بصراحه. يعني النهارده هو بيراهن على راموس مكان مين؟ مكان رونالدو. وراموس نزل النهارده يعني جاب الجول الاولاني تيالي وهاتريك. هاتريك اول والله هاتريك. انا ما كملتش. اول هاتريك في تاريخ 90. اول هاتريك في المونديال كمان. يعني ده ممكن ياخد الهداف. لا دي بقى بس عايز اربطها معلش اتفضل بالكوميونيكيشن في اسبانيا. ودي بقى حته ايه طبعا انت فاهمها كويس قوي اللي هي النقطه يا كابتن اسلام بره الكوره. هنا ده قرار معنوي انضباطي. نفترض انا متخيل ان هو طبعا سانتوس وكل التقارير الاعلاميه في البرتغال قالت ان في ديبيت حصل ما بين سانتوس وبين رونالدو بعد ماتش كوريا وفي مشكله حصلت حقيقي. وهو ده وجوده على الدكه. حتى ايبولا النهارده كانت عامله استفتاء والناس كلها قالت ان رونالدو 70% يا صاحبي النهارده ده من يومين ما تلعبوش. فهو نفترض ان هو خد القرار ده قرار انضباطي. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه ازاي بين اللاعب اللي هو بيختاره وبيحط في ثقته. ده بالظبط بالظبط زي المشهد بتاع كابتن المشهد بتاع الفنان احمد مكي لما كان عامل دور كابتن حسن شحاته وقال لهم انا صح. فهي بصراحه انا بحب الحاجات دي في الكوره. ليه؟ انها بترسي ان انت النهارده لما بتعلي قيم معينه ربنا بيديك. لما بتقلل من القيم دي
ربنا بيعاقب. هي النهارده بمناسبه القيم اللي ربنا بيعاقبك عليها او القيم اللي ربنا بيكافئك عشانها بيكافئك عليها. النهارده وضحت جدا جدا في مباراه المغرب واسبانيا. صحيح. كيف يتم العقاب بهذا الشكل. صح صح. والله لما تعمل هي الكره الاخرانيه اللي في الميدان دي خبره بيت فظيعه. اللي هي قبل الكورنر. أيوة. الكورنر الاولانيه. دي الطبيعي كده تخبط في القائم وتخش. الطبيعي بتاعها تخبط في القائم وتخش. احنا انا شفت زيها كتير وانا في الملعب. صح. كتير. صح صح. لكن ربنا بيقول لهم انتوا غلط. انتوا غلط. او لا تستحقوا اللي انت. كرة القدم فيها عدالة. صحيح صحيح. كرة القدم دائما فيها عدالة. صحيح. حتى حتى لو الحظ بيقف معاك فهي عادل. صحيح. لانه مجهود بتعمله. صح. وتمرين. صح. والتزام و صح. حتى في تقييمك للاعبين في مكافئات الفوز. صح. انت بتدي لل 11 ولا بتدي ال 18 ولا بتدي ال 30 ولا بتدي ال 25. صح. دي حاجه ودي حاجه ودي حاجه. مش كابتن مانويل جوزيه كان بيقول لكم كابتن يعني اسلام يعني كان بيقول لكم تحتفل اللي بيجيب الجون ما يحتفلش لوحده. صحيح. يحتفل مع اللي عمل له الاسيست يروح يحتفل مع الناس اللي قاعده على الدكه. انا ما اعرفش دلوقتي ايه اللي بيحصل ولكن كمان الايام اللي احنا كنا بنلعب فيها كانت المكافئات يعني وده عدل ربنا بتاع راجل المباراه. نعم. بتاعت رجل المباراة كانت بتتلم للفريق كله. لا الأساسي بياخد 100%. الأقل من الاحتياطي بياخد نزم. 75%. اللي ما لعبش خالص بياخد 50. اللي هو ما بره الفرقة بياخد 50. ليه؟ لأنه اللي لعب لعب اجتهد ولعب وتمرينه هو اللي وصله فبياخد 100%. الاحتياطي تمرينه أقل شوية أو كذا أو كذا أو رؤية مدير فني فبياخد 75. اللي بره رؤية مدير فني بياخد 50%. فكان كل الناس مرضية. أيوة صح. فاهم؟ ده الاساس. ده الاساس. ومرضيه على اساس عادل. صح. وليس مجرد. صح صح. اللي هو ايه 175% 75% 50%. فالناس كلها كانت عارفه انا بره هاخد 50%، انا جوه ولعبت هاخد 100%. لعبت ان شاء الله دقيقه. ايوه. هاخد 100%، لعبت قعدت احتياطي وما نزلتش 75%. صح. فالكل كل حاجه ليها اسباب. سواسيه، الكل واضح. كل حاجه بيبقى ليها اسباب زي ما نقول، انت بتاخد بكل الاسباب. ساعات بيبقى ايه ما الفرقتين ممكن يجتهدوا ففي فرقه هتكسب وفرقه هتخسر مش شرط وقتها ان الفرقه اللي خسرت عملت حق بس هو مش مكتوب لها بس هي الفكره ان فعلا في شواهد واحنا كلنا بنحب الكوره وبنتابع كوره في حاجات بنشوف العلامات. أيه. انت بتبقى عارف ان والله ده عشان ده حصل يبقى هو ربنا مش كاتب كده عشان وهي بتبقى رساله الناس بقى اللي بتقرا الرساله دي عشان كده احنا ساعات كابتن اسلام لما كنا بنحلل عموما ماتشات دوري او ماتشات مين ساعات نقول الهدف من اللي احنا بنقوله مش النقد صحيح. احنا من الهدف ان احنا نقول ايه خد بالك من دي صلحها فهي دي اللي بيعرف بقى يصلح الاخطاء دي فالنهارده سانتوس صلح خطا كبير كان عنده اللي هو شال كريستيانو ان هو ما ينفعش يبتدي لان فعلا مستواه في الثلاث مباريات لا يؤهله ان هو يلعب اساسي ونزل راهن على لعيب عنده 21 سنه بيجيب له هاتريك ده رجل المباراه بيكسبه المباراه كان 6-1 نتيجه كبيره جدا في دور ربع نهائي في دور 16 هيلعب دور ربع نهائي مستريح فالنهارده هي دي القرارات الصغيره كمان تاكد كمان كل ما البرتغال هتكمل في البطوله رونالدو مش هيبقى اساسي لان خلاص التوليفه الناجحه في وجهه نظري هي دي التوليفه الناجحه للفريق وكل الارقام اللي ظهرت معانا فعلا على الشاشه كلها بتؤكد تفوق البرتغال على البرتغال في المباريات السابقه يعني المنتخب البرتغالي نفسه تفوق على نفسه بصراحه منذ بدايه البطوله ودي افضل مباراه هو لعبها لغايه دلوقتي. خلينا بقى قبل ما ننهي هذه الحلقه نتكلم عن مباراه المغرب والبرتغال. نعم. المغرب والبرتغال، هل يستطيع المغرب يا كريم ان يفوز على المنتخب البرتغالي؟ انا قلت ان احنا لو يعني المنتخب المغربي عنده الحريه انه يختار منتخب من السبعه التانيين انا في وجهه نظري اختار البرتغال يعني ممكن الارجنتين خلي بالك بس يعني بس ميسي والجمهور ميسي والجمهور الارجنتينيين بصراحه في قطر كتير قوي الناس كلها بتحب حتى العرب والخليجيين يعني هم هناك فعلا ميكس ما بين هم عدد كبير جدا سافر قطر وغير طبعا ان ميسي كل الناس بتحبه والهنود يعني الهنود هناك كتير في قطر بيحبوا الارجنتين يعني الهنود هناك بيتخانقوا ما بين البرازيل والارجنتين فالملعب كله تحس يعني زي ما العرب بيلعبوا في ملعبهم الارجنتين من المنتخبات اللي هي اجنبيه في قطر بتلعب في ملعبها كامل يعني تحس ان هو ملعب كامل ارجنتيني وماتش ملعوب بصراحه يعني ماتش قدام البرتغال ماتش ملعوب فيه تنافسيه وكمان اعتقد يا بيبي في وجوده حتى في دفاع البرتغال طبعا خبره وكل شيء لكن كبير جدا ممكن تلعب عليه خصوصا انت عندك يعني الفئه العمريه بس هو وشه اتغير كمان كبر لكن النهارده المنتخب المغربي عنده ميزه الشباب وعنده سرعات وبصراحه عنده حماس الجمهور عنده حاجه كويسه انا شايف الماتش تنافسي جدا وممكن ممكن ممكن المغرب ان شاء الله في حقيقة دايما
زي ما قلت لحضرتك كابتن اسلام فكره الريكفري، يعني انا بالنسبه لي الريكفري والبدني هم لو قدروا يقفوا على رجليهم بشكل كويس زي النهارده كده، بس يبقى عندهم جرأه هجوميه شويه. النهارده هم في كام لقطه عملوها هجوميه، في كورتين ضاعوا، او الحارس حارس اسبانيا اوناي تصدى لوحده كانت تقريبا شبه انفراد يعني، فلا يبقى عندهم جرأه اكبر من كده ان هم ممكن يعملوا جمل معينه هجوميه مع الثبات الدفاعي اللي عندهم. ان شاء الله الاصابات اللي عندهم برضو تبقى كلها حاجه كده مجهود بسيط، ان هي تبقى اجهاد بسيط يعني ما يحتاجش ايام ويعملوا ريكفري، ساعتها ان شاء الله نقدر يعني نشوف فريق الحلم بتاعنا كلنا من ساعه لان المغرب الحقيقه نشوف منتخب افريقي في السيمي فاينل. يعني غانا سواريز ده احنا كنا يعني عايشين عايشين لحظه، احنا عايزين رونالدو يلعب الماتش اللي جاي بيني وبينك علشان هو بيني وبينك برضو اللي هو اوفر كواليفايد، يعني صعب قوي ان انت تقول عليك 200 مليون يورو ده هيبقى جامد جدا 200 مليون يورو يعني لو بجد الموضوع ده لو الموضوع ده بجد يبقى كتير قوي. هو يعني هو موجود بس انا اقصد لو تم بجد، يعني سلامه ماركا اتكلمت يعني ده كل اباطره الانتقالات في العالم اتكلموا عن اللي في حق. اخيرا علشان بس مش هينفع تبقوا معايا وما نتكلمش عن مباراه بكره الاهلي والمحله، يا كريم هل يستطيع النادي الاهلي الفوز على المحله بكره ان شاء الله؟ طبعا طبعا النادي الاهلي هو المرشح كمان للانتصار اكتر من المحله، بس مهم جدا جدا يكون كولر درس الملعب الملعب نفسه الملعب طبعا النجيله يعني الملعب ملعب مشكله ملعب يعني الشكل الهندسي بتاعه ملعب غريب يعني انت صعب مش عارف انا دايما بحس ان المحله فيه زياده واحد إيه؟ ملعب محله دايما تحس ان المحله زياده واحد اللفه اللي حوالين الاستاد ايوه صعبه صعبه جدا صعبه جدا اللفه دي انت بتلف هو كده كده خلي بالك ده المحله النادي انت رايح تلعب نادي المحله لازم تبقى مش واكل كتير ايوه واكل حاجه ممكن ترجع في اللفه يعني سوري يا جماعه والله بس ده اللي بيحصل بتحس ان انت ايه الطريق هناك غير ممهد ايام انا ما اعرفش دلوقتي الحقيقه لكن ايام لما كنت بلعب ماتش المحله في المحله ده حاجه صعبه طبعا وخلي بالك الملعب كمان اعتقد وسعوه شويه فانت يعني مثلا السنه اللي فاتت غير ان فريق المحله فريق جيد جدا جدا السنه دي المحله جمهور رائع جدا المحله السنه دي عامل مستوى اكثر من رائع 10 نقط من اربع ماتشات يا كريم وكان متصدر لا في الدوري فريق فريق احمد الشيخ لعيب مميز جدا ممتاز جدا 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 بس انا دايما بشوف بصراحه اهم حاجه اول حاجه اتعامل معاها الملعب عشان نشوف التكتيك المناسب ليها مثلا بيتر موسيماني السنه اللي فاتت كان بيلعب 3 4 3 كان عامل ستريتش جدا جدا الملعب حاسس انها فادت قوي فريق غزل المحله السنه برضه كان كويس ما قدرش يتعامل مع الاسترتشنج اللي احنا عملناه لما عملت استرتش الملعب لعبتهم بدنيا وبداوا النهارده ممكن يكون بيبص طبعا مهم جدا لازم ينزل الملعب بس ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكمل سلسله انتصارات في الدوري ان شاء الله لا يعني انا مش هزود على كلام كريم كتير بس يعني اهم حاجه برضو التعامل يبقى بهدوء لان طبعا وهيبقى واضح ان هيبقى فيه يعني مش عايز اقول شحن بس في تعامل غريب شويه مع المباراه كانها نهائي دوري ابطال افريقيا او حاجه زي كده لا بس خلي بالك انا من 1907 النادي الاهلي كده كل مقابل ماتشات الاهلي بتلاقي الكل بيتحد ان هو المكافآت الخاصه بتشتغل والمكافآت القديمه بتطلع وفي مشكله المكافآت بس يعني احنا حسينا فعلا فجاه بقى يعني هي ممكن تكون مشكله فعلا خاصه بالمدرب يعني فجاه كده لا بس خلي بالك برضه ايمن برضه بامانه عشان هي المباراه واخده زخم لان احنا برضه بصراحه كل امان احنا قاعدين طول المونديال غيرانين والله صحيح. كل ماتش في المونديال بنتفرج عليه عمالين نقول كلمه واحده احنا ما عندناش كوره فاول ما جالنا ماتش الاهلي والمحله بيني وبينك انا يا رب نشوف كوره جيده يا ريت ان المحله بيلعب كوره جيده شفت ماتش الاتحاد السكندري للامانه عملوا ماتش عملوا ماتش رائع عندهم واحد من هدافين هداف الدوري حاليا احمد الشيخ اربع اهداف فهم فريق جيد فماتش هيبقى فيه كوره حلوه ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يكمل سلسله انتصاراته في الدوري يا ريت والله نشوف ماتشات بتاعت زمان دي والله كده. والله بكل امانه يا ريت نشوف اهلي والمحله 40,000 متفائل يعني الروح بتاعت زمان دي بصراحه والله بجد انا اعتقد احلى ماتشات الواحد كان بيعملها في مثل وانا ممكن اقول جمله يعني عايز اقول جمله عشان ايه طلعت اللي جوايا بجد والله بعد اللي شفناه النهارده المغرب والله العظيم اقسم بالله العظيم اي حد اي مسؤول في الكره في مصر دلوقتي متقلد منصب والله لازم من بكره الصبح من بكره الصبح يعيد يحط خطه والله يحط هو دي ده في وجهه نظري يعني يحط يجيب كده الناس كلها يقول لهم يا جماعه مقدمه ولا ايه؟ انا قلت الكلام بجد والله بصوا يا جماعه اللي احنا شفناه ده احنا اعتقد يعني امكانياتنا اعلى بصراحه في كل شيء احنا المفروض على 26
لا نعمل نفس الانجاز لا نكسره. بكل امانه عندنا الادوات نعمل عندنا بس هي الفكره في حته بكل امانه، هل احنا فعلا بنشتغل زي ما الناس بتشتغل؟ لا. هل احنا بكل امانه بكل امانه اسال وانا جاوبك بكل امانه والله، هل احنا النهارده الشغل طالع للجماعه ولا طالع للافراد؟ للافراد بس خلاص شكرا، يبقى مش تاخد زي ما يعني انا اسف في المغرب زي ما ربنا سبحانه اسف يعني من المقاطعه والله، زي ما احنا من شويه كنا بنتكلم مثلا على تدخل العداله الالهيه في المباريات، ما هي برضه بتتدخل في الشغل طبعا العداله الالهيه في الملعب بس لا، ده في الشغل، في شغلنا كلنا. فالنهارده بكل امانه اللي احنا شايفينه احنا غيرانين 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 مبسوطين من المغرب، طب بس غيرانين كل احنا غيرانين، فنتمنى ان احنا نشتغل. وكل الناس النهارده بتقول احنا ليه يا جماعه مش كده؟ هل في حاجه ناقصانا؟ هل مثلا قاعده اللاعبين في مصر يعني مثلا قاعده اللاعبين في مصر اقل من قاعده اللاعبين في المغرب؟ مستحيل استحاله مستحيل استحاله. هل مثلا الكفاءات 60 مليون تقريبا الكفاءات في مصر اقل من الكفاءات في المغرب؟ مستحيل. لكن هم بيوظفوا صح هايل كل ما الرجاله بتاعتهم اللي في المناصب الكبيره في الرياضه هو فوزي الاقجع هو مش رجاله هو فوزي يعني الاقجع الرجاله كلها هو فوزي الاقجع ما بيشتغل لمين؟ لبلده لبلده هايل بصراحه بأي ولا كان سقفت له على الهواء النهارده وقلت له هايل معاه هو الراجل شغال لبقى. شفناه في ماتش مصر اللي احنا كسبناه في ماتش مصر والمغرب اللي احنا كسبناه في كاس الامم عمل ايه؟ موجود وازاي متحمس وعايز فريقه يكسب طبعا احنا ما بنشوفش ده فنتمنى زي ما كريم كده بيقول ان احنا نشتغل للكوره يا رب لان النهارده لما الكوره المنتج ده لما يبقى كويس كلنا هنستفيد يا كابتن اسلام صحيح يعني احنا كلنا شغالين في الكوره لما الكوره دي هتبقى كويسه وهتدخل اضعاف اللي هتدخله هنتبسط والناس كلها بتروح الاستاد ونرجع صحيح تاني. زي ما حضرتك بتقول كده ماتش المحله ده نشوف ال 20,000 في الملعب ونشوف في استاد السلام الاسماعيليه لنفسنا الاهلي يروح يلعب في الاسماعيليه بالظبط يعني هنعيش الكوره اللي احنا عايزين نعيشها بكل تفاصيلها بكل حلوها وساعتها نقدر اخيرا يا كريم هنقدر بقى ساعتها نفرق ما بين الشغب والحب الشغف اخر حاجه والله هنا بقى بس دي للجمهور. طيب دلوقتي الاجواء اللي احنا الاتموسفير شايفينه في قطر ده ربما يدينا حته يا جماعه مفيش ادنى مشكله خالص كل واحد يحب فرقته بس احنا فعلا لازم نتعلم حاجه بعد ما ال 90 دقيقه تخلص انتهى الموضوع سلم على بعض ونتقابل تاني وانتهى الموضوع ليه؟ عشان الحاجه انت بتحبها ما تبص. عجبني جدا في مباراه الاهلي والزمالك في الناشئين أي. 2006 امبارح بعد نهايه المباراه بص العقليه بتاعت لعيبه الاهلي الصغيرين اللي هم 2006 الاهلي كسب 2-1 والزمالك ده ضرب جزاء في الدقيقه كانت الاولى على الهواء مباشره على قناه الاهلي. الولاد بتوع الاهلي كلهم عاملين ايه؟ روحوا للولد الولد الولد حتى قبل للاعب كره للاعب النادي الزمالك وراحوا له كلهم واقفين حواليه وعمالين يطبطبوا عليه وقوم هي دي كره القدم. ده قبل الماتش ما انا شفت الفيديو بتاع اللقطه دي كمان لو الماتش شغال يعني هو ضيع البينالتي فوقع على الارض فزميله بتاع الزمالك واحد من الاهلي راح في لعيب من الاهلي جري عليه وقال له يعني ده انت بتتكلم في الدقيقه 93 احساس صعب جدا فده كويس دي روح كويسه يعني هو ده هو ده طبيعي هو ده ما هي لا هي كره القدم كده وطبيعي احنا في المدرجات السجال والاهلي وكله يشجع الزمالك يعني انا ايام ما كنت انا بلعب كان كل مين اصدقائي حازم امام عبد الواحد السيد طارق السيد الناس اللي كل دول اصدقائنا يعني مش اصدقاء اصدقائي واصدقاء ابو تريكه وبركاته كلنا بنتقابل في المنتخب كلنا بنتقابل في اي لكن في الملعب بتموتوا بعض الكوره انا عايز اكسبك بكل الطرق بالظبط احنا عمر الزمالك ما كسبنا أيوه. في الفتره اللي كنا بنلعب فيها دي غير ماتش جوزيه ده ال 13 مش 11 أيوه. مش ادى ال 11 الاساسي ادى ال 11 واثنين كمان معاهم زياده أيوه. وهو خد اجازه وكمل بقيه الفرقه بقيه الفرقه وناشئين واتغلبنا لكن ما اتغلبتش في ماتش قبل نهائي كاس افريقيا انت كسبت دوري ابطال افريقيا انت كسبت مجموعات وفي كاس مصر مجموعات انت كسبت مجموعات نهائي انت كسبت كله سوبر كسبت كله كسبت يعني هي الفكره حفز زي ما انت عايز نشد مع بعض في كلام وفي وجهات نظر والحاجات دي كلها كل ده مقبول انما في نقطه مهمه اوعى تبوظ الشغلانه بتاعتك حقيقي النهارده كره القدم فعلا فعلا المنظومه الكبيره اللي احنا عايزينها تنجح دي فعلا مش بتنجح بس عشان احنا عندنا لعيبه حريفه او جبنا مدير فني اجنبي شايفه لا دي منظومه كامله بس كده. عموما كانت النهارده الحقيقه فرحه كبيره جدا للمنتخب المغربي الف الف مبروك واعتقد مش اعتقد اكاد اجزم ان 120 115 120 مليون مصري هيبقوا في ظهر المنتخب المغربي ان شاء الله يوم السبت القادم تشجيع ودعاء.
شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي في المباراة القادمة، وكلنا أعتقد كل العرب وكل الأفارقة في ظهر منتخب المغرب في مباراته القادمة أمام المنتخب البرتغالي. عموما أنا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أيمن على وجودك معنا. ايضا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. انتظروا غدا الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي وغزل المحله قبل المباراه دايما بساعتين، الكابتن ايمن شوقي ومعاه اهم نجوم قناه النادي الاهلي للتحليل وايضا لتحليل المباراه، ايضا كل كواليس ما يحدث قبل المباراه بساعتين، وان شاء الله بعد المباراه كل الكواليس الخاصه بهذه المباراه. اشوف حضراتكم على خير ان شاء الله بكره حلقه جديده من البيت الكبير.